صباح الخير. قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا بسنتي. صباح الخير عليك يا شاذلي، صباح الفل على كل اللي بيشوفونا. سوشيال ميديا عالم كبير قوي، كلنا قاعدين على موبايلاتنا 24 ساعة بنستخدمها تقريبا في كل حاجة، سواء نتعرف على الناس أو نتابع أخبار ناس أو حتى نبارك لناس عيد ميلاد حد توفى، أي حاجة احنا بنستخدم السوشيال ميديا في حياتنا اليومية كل يوم. في بعض الناس أو كتير من الناس ساعات بتشارك صورها أحداث يومها، في ناس تانية بتحب تكتب عن آرائها عن معتقداتها عن أي حاجة، لكن ساعات كتيرة جدا بقى الموضوع ده بيقلب غم شوية. إزاي بقى أن أنا ممكن أكتب رأيي في حاجة معينة أو أي حاجة أنا مؤمنة بيها في المطلق وتلاقي حد دخل كتب رأيه؟ في ناس تكتب رأيها بطريقة إيجابية وفي ناس للأسف بتدخل تتجاوز وتكتب رأيها بطريقة سلبية. بما أن أنا قررت أشارك الناس في وجهة نظري دي واكتبها على مواقع التواصل الاجتماعي، فمن حق الناس اللي عندي ان هي ترد عليا، لكن مش من حق اي حد ابدا ان هو يتجاوز في حق اي حد، بالذات بقى لو احنا من الناس اللي بننخرط في الجدال. يعني لما حد يكتب لي تعليق اروح انا داخله رد على التعليق ده واللي بعده واللي بعده وندخل في مهاترات طويله عريضه، ومن هنا بقى بيبتدي للاسف البلوك أو تبتدي تحظر الناس دي من عندك، حظر الناس دي من عندك على صفحتك على سواء فيسبوك أو غيره أو غيره، وتبتدي بقى من هنا الزعل سواء كنتوا صحاب أو أهل أو إخوات أو زمايل في الشغل. أنا أعرف ناس بجد أهل يعني قرايب خسروا بعض بسبب السوشيال ميديا. أنت بقى خسرت كام واحد بسبب السوشيال ميديا يا شاذلي؟ لا حصل بس خليني الاول اتفق مع الكلام اللي انت بتقوليه، السوشيال ميديا ما بقتش جزء من حياتنا زي ما كنا بنقول، بقت الجزء الاكبر من حياتنا، لانه بشكل مش مساله بقى بشكل يومي، لا ده احنا تقريبا ما فيش ساعه بتعدي غير لما بيكون في استخدام للسوشيال ميديا، اي وسيله من وسائل السوشيال ميديا، اي قناه يوتيوب، الفيسبوك، الواتساب، كل وسائل السوشيال ميديا بنستخدمها وباستمرار 24 ساعه تقريبا الموبايل في ايدينا وبنستخدم السوشيال ميديا، وزي ما كانت بسنت بتقول في كل المناسبات السعيده وغير السعيده في كل الاوقات بقى في دخول للسوشيال ميديا عشان نتابع اخبار وفي نفس الوقت نتكلم مع اصدقائنا ونشارك مع بعض بعض الاراء حول موضوع معين. لكن الفترة الأخيرة أو يمكن بقالنا فترة كده بدأنا نشوف سلوك مش منضبط على السوشيال ميديا في التجاوز، بمعنى حد حاطط رأيه في موضوع ما ومفيش مشكلة من النقاش، يعني فاتح الباب للنقاش، أي حد عايز يتكلم معاه يتكلم، لكن يتكلم بحدود. ساعات بعض الناس بتتكلم وبتعلق على قضايا سنوية غير أساسية وقضايا غير جوهرية لمجرد الكلام، لمجرد التعليق وخلاص، فبنلاقي بعض الناس بتتجاوز. على سبيل المثال لو بنتكلم في كورة مثلا، مشجعي نادي ومشجعي نادي آخر الاثنين بيشتبكوا مع بعض، احنا طبعا عندنا بنحفل التحفيل اللي هو الخفيف، يعني اللي هو نهزر ونضحك والإفيه والكوميك والحاجات اللي احنا متعودين عليها، لكن اللي غير مقبول ان احنا ندخل نشتم بعض على حاجة زي دي، لان دي بتكون سبب في اننا نخسر بعض كأصدقاء. حاجة يمكن ملهاش داعي لكن بتحصل، بنلاقي بعض القضايا كل واحد بيكتب رأيه، فبنلاقي حد دخل اتكلم بأسلوب مش لطيف، بأسلوب مرفوض تماما، فبنشد مع بعض واحدة واحدة، بنلاقي الموضوع بينتهي بالبلوك زي ما كانت بسنت بتقول. حصلت معايا مع زميل في العمل، كنا بنتكلم برضو، أنا بشجع نادي وهو بيشجع نادي وأنا بهزر، يعني أنا مش من المشجعين العصبيين قوي، لا يعني عارف أنا بهزر، وعمري في حياتي ما تجاوزت لا في كورة ولا في غير كورة، عمري لا تجاوزت مع حد أعرفه ولا ما أعرفوش. فلقيته كاتب لي تعليق بيقول لي هم حفظوك الكلام ده عشان تقوله،
انت حفظت كلمتين وجاي تقولهم لي، فالكلمه يعني ما قابلتهاش، خصوصا ان مفيش مساحه ما بيننا ان حاجه زي دي تحصل، فمش عملت له بلوك او كده، بس يعني تجاهلت الحديث معاه خالص يعني. فما بين بقى فكره كمان الرسائل اللي بيساء فهمها او الكلام اللي بيساء فهمه، عشان كده متهيألي ان افضل طريقه ان انا لو عايز اوصل رساله لحد تكون بالتليفون او بالفويس، عشان يعرف اذا كنت بهزر او بتكلم جد، او يعني تعبير وشي عامل ازاي. ففي بعض الرسائل بيساء فهمها، فنتيجه لده بيحصل قطيعه. في بعض الاوقات كمان بيكون في اسلوب اللي هو الايه، الناس بترمي على بعض، الاصحاب مثلا ممكن حد عمل حاجه لحد فبيرمي عليه، فهو بيفهم فبيزعل، فممكن حد غيره يتخيل الكلام عليه فيزعل هو كمان، فخسره هو كمان بدون ما يكون في موقف واضح ما بيننا. يعني انا بخسره خلاص، هو الراجل بيتخيل ان الكلام عليه فانا بخسره، وناس تانية خالص عارفة ان الكلام مش ليها، بس لمجرد ان هي شافتني بتبع هذا الاسلوب زعلت مني هي كمان وخسرتها. فبطريقة او باخرى ده برضو اسلوب مرفوض. في اسلوب اخر من الاساليب المرفوضه على السوشيال ميديا، وهي فكره ان احنا نقعد نهزر او يعني نتريق على حد من صحابنا، مش حد غريب، بنكون بنهزر معاه يقلب الموضوع بتريقه بس في اللونج قدام الناس كلها. يعني انا لو بهزر مع صاحبي وسط اصحابي ده مقبول، انما لما يكون في قاعده وفي ناس كتير وعلى السوشيال ميديا والمكان مفتوح واي حد ممكن يشوف الكلام ده، تنمر فده بقى. طبعا مش مساله تنمر، هو صاحبنا في الاول وفي الاخر، فاحنا بنهزر معاه، حتى فده لو ممكن تتنمروا عليه فده مرفوض، لان احنا زي ما بنقول كده ايه، بنطلعه على المسرح، ودي حاجه برده من الحاجات المرفوضه اللي ممكن تخلينا نخسر اصحابنا. انا قلت لك ان انا خسرته، هو ده تقريبا، هو كان زميل مش صديق، وهو ده الوحيد تقريبا اللي انا خسرته من بسبب السوشيال ميديا بالنسبه لك. انا قبل بس ما ارد عليك، انا عجبتني قوي قوي جمله انت قلتها، اللي هي انه ساعات كتيره احنا بنفسر غلط الكلام المكتوب، فاحنا لما نحس ان حد زعل مننا بسبب حاجه مكتوبه، حلو قوي اللي انت قلته ان لازم فعلا نبعت له فويس نوت او نكلمه على التليفون، لانه دايما الكلام وهو مكتوب ما بيبقاش سهل تفسيره، ممكن نقراه بطريقه حاده شويه، بالذات لو احنا متعصبين او متضايقين او الكلام شد معانا. انا حصلت معايا بس انا بقى التجاوز كان اكبر شويه، يعني انا كنت بكتب في اوقات، انا من الناس اللي ما بحبش اكتب حاجات كتيره على السوشيال ميديا، بتجنب اصلا ان انا ادخل في هذا النوع من الجدال، لانه بصراحه بشوف ان هو تضييع وقت ان اقعد ارد على واحد واحد، لا انا عندي حاجات افيد بكتير في حياتي ان انا اعملها بدل ما اقعد ارد على الناس واقنعهم بوجهه نظري ايه هي، انه ده مش مكاني. انا بكتب سواء حقيقه معينه انا مقتنعه بيها او فكره معينه او حاجه وخلاص، وبسيبها مطروحه، مش عايزه ادخل في نقاش فيها، لانه لو انا كاتباها معنى كده ان انا مقتنعه بيها. لكن في بعض الوقت كان في بعض القضايا كده بتبقى الناس بتدخل بكل تجاوز بتكتب رأيها، يعني يدخل يحسسك انه انت ايه اللي انت بتقوله ده، انت مش عارف حاجة، انت تجاوز بقى في عدم ادراكك للواقع الموجود او عدم وعيك او يعني اي حاجة بقى، يعني لازم يحسسك انت في حاجة غلط فيك. فانا في الحقيقة في الحاجات اللي زي دي يا شاذلي انا بعمل بلوك على طول، لان انا بشوف انه مش من حقك ابدا تحكم عليا من رايي، وانت ليك الحق انك ترد على الفكره اللي انا كاتباها بس بدون تجاوز خالص، ناقشها يعني في الكلام اللي هي كاتباه. وفي الحقيقه كمان انا ما بفهمش الكلام اللاذع في الحياه، انا بشوف ان الكلمه الطيبه صدقه، احنا موجودين عشان نخلي اليوم كويس مع بعض، احنا كده نتكلم بطريقه كويسه مع بعض، ابتسم في وشك او لو انا مختلفه معاك، انا شخصيا لما بختلف مع حد بسكت، ما بتكلمش ما بعلقش، الا لو حاجه لازم تبقى حاجه عظيمه جدا، حد غلط بقى في حاجه ما ينفعش يغلط فيها عشان ادخل اكتب رايي، وبكتبه في الاخر باحترام، لان انا لازم احترم مش بس اللي كاتب الراي او الفكره دي، لا كمان الناس اللي عنده والناس اللي عندي اللي هيشوفوا حاجه زي دي. ففي الحقيقه انا بشوف انه السوشيال ميديا هو المفروض يبقى مكان جميل كلنا نكتب فيه كده او نشارك فيه لحظاتنا الجميله، ونكتب فيه كلمه طيبه، ونشارك بعض بكلام كويس يخلي يومنا احسن ويخلي مودنا احسن لليوم. فبنتمنى ان حضراتكم ما تكونوش خسرتوا اي حد على السوشيال ميديا، لكن لو خسرتوا حد فخسرتوا بقى كام واحد بسبب السوشيال ميديا؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين إجاباتكم اللي هنعرضها خلال الحلقة النهاردة. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.
قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده نصبح على ليندا، طمنا على حاله الطقس وتجاوبنا على سؤال حلقه النهارده، خسرتي كام واحد بسبب السوشيال ميديا؟ صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير شاذلي. صباح الخير بسنت. الحقيقه شاذلي عمري ما خسرت حد على السوشيال ميديا، لانه ببساطه انا ما بقولش رايي خالص عن اي موضوع على السوشيال ميديا، ولما بلاقي حد كاتب عن موضوع معين وانا بختلف معاه في وجهه النظر الحقيقه ما بكتبش اي حاجه. والله ذكيه. بكبر دماغي عشان انا مقتنعه ان الشخص اللي كتب رايه في حاجه معينه عمره ما هيغيرها مهما عملت. صح. وكمان بتفق معاكم في نقطه انتوا قلتوها، ان اي كومنت او اي تعليق انت بتكتبه على السوشيال ميديا ممكن يساء فهمه في رساله يعني، لكن من الافضل لو انا بقى هموت واقول رايي شخص بفضل ان انا اقولها في مكالمه تليفون او وجها لوجه. بس ولا مره حد اعترض على اي حاجه انت عملت لها حتى شارب؟ مش لازم انت تكوني كتبتي رايك فيها. لا، ولو حد اعترض مش هرد. طب خلاص ده رايي وده رايي وده اسلم حاجه. ده اسلم صحيح. حاجه. بالنسبه لحاله الطقس بقى يا شاذلي، في تحسن في الاحوال الجويه. امبارح في القاهره كانت درجه الحراره 16، النهارده بتسجل 19. الحمد لله. الحمد لله. صباح الخير عليكم مشاهدينا. خلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده هيكون الطقس برد على القاهره الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وهيكون معتدل على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب الصعيد الصبح، وهيكون شديد البرودة بالليل على الأنحاء كافة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 19، وأعلى درجة حرارة في شلاتين 23، وأقل درجة حرارة في سانت كاترين 11. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية. دلوقتي هنرجع لشاذلي وباسنت عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. بنشكرك يا ليندا. شكرا يا ليندا. النهارده عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن خلونا كالعادة نبدأ بالأخبار اللي حصلت امبارح واللي أهمها رئيس الوزراء تابع حالات أو حالة التقلبات الجوية والإجراءات المتخذة لمواجهتها، والمحافظين في اجتماع مجلس الوزراء قالوا انتظام عمل المنشآت الخدمية الحيوية بدون توقف. كمان من ضمن الأخبار اللي هتكون معانا نفي الحكومة طرح أكثر من 5000 قطعة أثرية للبيع بمزاد علني بالولايات المتحدة. رئيس البرلمان العربي ثمن جهود الرئيس السيسي في تعزيز العمل المشترك، ورئيس مجلس النواب الأردني قال إن مصر في عهد الرئيس السيسي بتشهد نهضة تنموية شاملة. وأخبار أخرى بدايتها تكون مع بسنت. اتفضلي بسنت. شكرا لك يا شاذلي. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل امبارح اجتماع من خلال تقنية الفيديو كونفرنس مع عدد من المحافظين والمسؤولين عشان يستعرض موقف حالة التقلبات الجوية الراهنة، خصوصا من الأمطار والرياح والإجراءات اللي اتخذت لمواجهة ظروف تقليل الآثار السلبية الناجمة عنها. وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بالمحافظين بالتحرك الفوري لمتابعة الموقف ميدانيا على الأرض مع رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى. في نفس الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي مع السادة المحافظين اللي عرضوا موقف سقوط الأمطار في محافظاتهم واللي وصلت لحد السيول، أكدوا على المتابعة المستمرة لكل التطورات عن قرب وتحرك فرق للمتابعة والتدخل السريع من خلال كسح مياه الأمطار وإزالة أثار السيول على الطرق مع انتظام عمل المنشآت الخدمية الحيوية بدون أي توقف. ونروح للإشاعات بقى، وفي خبر انتشر على منصات السوشيال ميديا وفي على طبعا على بعض الصحف والمواقع الإخبارية بيقول إنه تم طرح أكثر من 5000 قطعة أثرية للبيع بمزاد علني في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الكلام ده غير صحيح بالمرة، وبناء عليه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة السياحة والآثار واللي نفت الكلام ده كله وأكدت على حرص واهتمام الدولة بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر مع تكثيف الجهود استرداد كل القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق غير شرعية للخارج، خصوصا أن في متابعة مستمرة لكل المزادات العالمية والمواقع الإلكترونية وكمان أي ضبطيات أثار مهربة في المطارات والموانئ. رئيس البرلمان العربي عادل العسومي ثمن جهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومواقفه المشرفة والمشهود ليها في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن الأمن القومي العربي، فضلا عن الدعم غير المحدود اللي بتقدمه الدولة المصرية في كل مؤسساتها وأجهزتها لاحتضانها البرلمان العربي في القاهرة وتيسير عمله.
رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي أكد أن مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشهد نهضة تنموية شاملة وتطوير في كل المجالات، وده انعكس على مسيرة الاقتصاد المصري بشهادة المؤسسات العربية والدولية. وقال كمان أن كل اللي بيزور مصر بيلمس بوضوح سرعة الإنجاز وحجم النهضة اللي بتشهدها البلاد برؤية تنموية ونهضة شاملة ومتقدمة بيقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي. نروح لوزارة الداخلية اللي بتواصل أجهزتها توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي على مستوى الجمهورية. أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن ضبط عدد من المتهمين والقضايا في المحافظات المختلفة، هنتعرف عليها في هذا التقرير. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية، ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6651 قضية تمونية متنوعة، وضبط 1270 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 6943 أرجيلة، إضافة إلى غلق 4996 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 45421 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9549 قضية تمونية متنوعة، من بينها 161 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 31027 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 36 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 625190 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 9352 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت 1252 طن و200 كيلو سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 338404 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 61346 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4355 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 209 سائق منهم، كما تم المرور على 114 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 372 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبية كافة الحالات، كما تم فحص 257 مركبة، تبين مخالفة 7 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية، كما تم رفع 644 سيارة و60 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 18879 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 746 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 86748 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 72,115,679 جنيها.
وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 210 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من بينها 119 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها عدد من الأجهزة الفنية المتنوعة، كما تم ضبط 91 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 78,540 كتب دراسية وكتب خارجية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 40 قضية بقيمة مالية بلغت 205,877,691 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2438 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 3,143,114,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 11,609,766 جنيها. ومن الأخبار اللي حصلت امبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة، والنهاردة بيأكد مجلس الوزراء إن ما فيش أي نية لتأجيل الدراسة، وده اللي نفاه المركز الإعلامي للمجلس لما بدأ يلاحظ انتشار شائعات على منصات السوشيال ميديا بتقول إن الدراسة هتتأجل النهاردة بسبب سوء الأحوال الجوية. الكلام ده مش صحيح، والدراسة شغالة النهاردة بشكل طبيعي. النهاردة كمان في جامعة أسيوط هيتم إطلاق المؤتمر الدولي رقم 11 للتنمية والبيئة في الوطن العربي وسط مشاركة من كبار العلماء في مختلف المجالات. والنهاردة مديرية الصحة في محافظة الشرقية هتطلق قافلة طبية لقرية كمال عزب بمركز الحسنية لعلاج محدود الدخل بالمجان، ويصرف ليهم العلاج اللازم، وده في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هتستقبل جامعة المنصورة النهاردة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وهيتضمن برنامج الزيارة افتتاح مقر وحدة للتضامن الاجتماعي بجامعة المنصورة. النهاردة كمان هيبدأ تلقي طلبات تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الأليوبية والمدة 15 يوم. هيكون معادنا النهاردة مع مباراة حماسية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية هتجمع بين فريق المصري البورسعيدي وفريق مازيمبي الكونغولي، وده هيكون الساعة 6 المغرب على استاد برج العرب في الإسكندرية. والنهاردة هيواجه فريق نادي بيراميدز فريق زانكو الزامبي في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الساعة 3 العصر. دلوقتي هنروح نتابع مع حضراتكم مجموعة من الأخبار اللي حصلت بره مصر. طبعا ما في شك أن كلنا متابعين وشايفين حالة الارتباك اللي موجودة في بريطانيا بعد تداعيات أثار العاصفة يونس، والحقيقة أن ده موجود في أوروبا كلها. عشان كده في شوية فيديوهات كده في بريطانيا رصدت تأثير العاصفة على المواطنين وهم بيكافحوا عشان يصمدوا قدام الرياح القوية. فيديو مثلا موجود هبوط طيارة في إحدى المطارات أو في أحد المطارات البريطانية وسط الرياح الشديدة اللي وصلت سرعتها ل 196 كيلومتر في الساعة. طبعا العاصفة دي تسببت في وفاة 8 أشخاص على الأقل، الكهرباء قطعت طبعا حوالي 10,000 بني آدم، كمان تم تدمير سقف ساحة في لندن. والمفاجأة بقى كمان إن الطيارة دي زي ما حضراتكم شايفين كانت بتحاول إن هي تهبط وخلاص خدت قرارها بالهبوط، لكن زي ما حضراتكم شايفين كده الوضع كان صعب للغاية هناك. العاصفة بصراحة مدمرة، يعني احنا بنشوف فيديوهات خلال الفترة اللي فاتت بصراحة فيديوهات مرعبة، بتقتلع الأشجار من مكانها، شفنا عربيات متدمرة، شفنا ناس لا الوضع صعب. أنا شفت هناك واحد حرفيا طار. الوضع صعب جدا طار فعلا هناك. يعني الموضوع كان صعب فعلا، وكان ومنظر هبوط الطيارة كان صعب. يعني شاذي، أنا دايما حظي بيجي مع الأخبار اللي بتبقى فيها شوية حيوانات.
خلونا نروح لموضوع تاني. في فيديو تم تداوله على حسابات المواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا ظهرت فيه معزة بتتجول جوه قاعة محكمة. هنشوف دلوقتي على الشاشة. المعزة دخلت القاعة ومتمشية كده براحتها، قعدت تتمشى في أروقة المحكمة، والظاهر كده انها كانت حبيبتي بتدور على أكل لكن معرفتش، لحد ما جه راجل وقدر ان هو يمسكها ويخرجها بره القاعة. تاكل ورقة دي كانت ممكن تتسبب في كارثة. طيب دلوقتي استاذن حضراتكم نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. برحب بحضراتكم من جديد من بعد الفاصل. امبارح الجو كان برد شويه وفي القاهره كان في مطر. خلونا بقى النهارده نعرف من ليندا الاخبار الطقس بالتفصيل في جميع المحافظات. ليندا، النهارده يا بسنت في تحسن بشكل عام في معظم المحافظات. الطقس الصبح هيكون برد، بالليل هيكون شديد البروده، ولكن افضل من امبارح والايام اللي فاتت. الحمد لله. اهلا بيكم مشاهدينا مره ثانيه. النهارده الطقس هيكون برد على القاهره الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وهيكون معتدل على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب الصعيد الصبح وشديد البرودة بالليل على الأنحاء كافة. هيكون في شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 19 والصغرى بتسجل 10، الإسكندرية العظمى 19 والصغرى كمان 10، مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 10، سيوة العظمى 19 والصغرى 9، بورسعيد العظمى 19 والصغرى 12، دمياط العظمى 19 والصغرى 10، الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 9، السويس العظمى 18 والصغرى بتسجل 10. هنروح للعريش، العظمى فيها 19 والصغرى 11، سانت كاترين العظمى 10 والصغرى 0، طابق العظمى 16 والصغرى 14، شرم الشيخ العظمى 21 والصغرى 15، الغردقة العظمى 20 والصغرى 14، الفيوم العظمى 19 والصغرى 9، بني سويف العظمى 19 والصغرى 8، المنيا العظمى 19 والصغرى بتسجل 7. هنروح لأسيوط العظمى فيها 19 والصغرى 7، سوهاج العظمى فيها كمان 19 والصغرى 8، قنا العظمى 20 والصغرى 9، الأقصر العظمى 20 والصغرى 9، أسوان العظمى 21 والصغرى 10، الوادي الجديد العظمى 22 والصغرى 7، شلاتين العظمى 23 والصغرى 12، وأخيرا حلايب العظمى 20 والصغرى بتسجل 12. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشازلي وباسنت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليك. شكرا لك يا ليندا، ويعني بشكل عام الجو أكيد أحسن بالتأكيد. شكرا يا ليندا. خلينا نروح لموضوع تاني كمان يا شاذلي، وهو المبادرة الرئاسية حياة كريمة. زي ما بتهتم بتطوير البنية التحتية في القرى اللي موجودة في المحافظات، كمان بتهتم بتطوير وتثقيف العقول البشرية من خلال إقامة نشاطات ثقافية وفنية لكل الفئات العمرية، زي مثلا إقامة ورش فنية وأدبية ومعارض للكتاب وعروض موسيقية ومسرح وغيره. فخلونا نشوف التقرير. اهتمت مبادرة حياة كريمة بتفعيل الحياة الثقافية والفنية في الريف المصري ومحافظات الصعيد، ونظمت المبادرة مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة لجميع الفئات العمرية ومختلف الشرائح الاجتماعية، كالورش الفنية والأدبية والفكرية ومعارض الكتاب، إلى جانب العروض الموسيقية والمسرحية وجلسات مناقشة القضايا الاجتماعية وأنشطة اكتشاف المواهب. وتأكيداً على ذلك، فقد نفذت وزارة الثقافة 22 ليلة عرض مسرحي خلال الفترة من أغسطس حتى سبتمبر 2021 داخل 16 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة بثلاث محافظات حضرها نحو 21 ألف مواطن. تجولت القوافل الثقافية والفنية في جميع القرى بالمحافظات لنشر الثقافة والفن، فكان هناك نشاط ثقافي واضح في جميع المحافظات، فضلاً عن إطلاق المسرح المتنقل ضمن الفعاليات لعدد من الليالي على التوالي.
وكان للأنشطة الثقافية دور هام في جميع القرى لأنها ناقشت قضايا معينة وتطرقت للعنف ضد الأطفال والمرأة، مع إتاحة الفرص لاكتشاف المواهب لدى شباب القرى والتعبير عن فنهم وميولهم وموهبتهم. وأعدت وزارة الثقافة إحصائية في عدد هذه الأنشطة الثقافية والفنية، وجاء فيها أنه تم تنفيذ 409 أنشطة ثقافية بالصعيد استفاد منها 42 ألف مواطن في العديد من القرى في مركز ساحل سليم بأسيوط، بالإضافة إلى تنفيذ 15 ندوة توعوية وورش فنية تنموية تعالج قضايا المرأة في جنوب الصعيد، شارك فيها 200 محاضر ومدرب بإجمالي 51 ألف مستفيد من أبناء محافظة قنا. ومن بين الأنشطة الثقافية التي تتبناها المبادرة الرئاسية حياة كريمة المسارح المتنقلة والقراءة والفرق الشعبية والأنشطة التي تنمي المواهب لدى الشباب في القرى. وفيما يتعلق بفعاليات القراءة فالمبادرة استهدفت بناء المكتبات العامة التي تكون متاحة للجميع على مدار اليوم، خصوصاً وأن هذه المكتبات تساعد طلاب المدارس في الاستعانة بالكتب خلال فترة دراستهم. وده دور الدولة القوية، بنية تحتية قوية، لكن كمان عقول فاهمة وعقول مثقفة تبني أجيال جاية جديدة تقدر تكمل المشوار اللي احنا بدأناه لبناء مصر قوية وعظيمة. بفكركم طبعا بسؤال حلقتنا النهاردة، خسرت كم واحد بسبب السوشيال ميديا؟ وهنقرأ تعليقاتكم بداية مع شاذلي. ناخد مجموعة من التعليقات اللي جات لنا على سؤال حلقتنا النهاردة. جيهان محمد بتقول صباح الخير محمد بسنت وليندا، كتير مشوا من عندي وكتير أنا حذفتهم، بس أنا مش بعتبر نفسي خسرتهم، لكن بعتبر ده مكسب لأني احتفظت بناس محترمين بيحترموا الرأي والرأي الآخر وبيقدروا قيمة الصداقة الحقيقية الصحيحة الصحية، وما بيتعاملوش مع الفيسبوك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي لأنه جزء من حياتنا الحقيقية، ولكن مجرد مكان نتبادل فيه المعلومات والآراء. يمكن الحياة بدونه سهلة جدا ونقدر نعيش الحياة بسهولة، عشان كده أنا كل فترة بمتنع عن دخول الإنترنت فترة لممارسة حياتي الطبيعية والإحساس إن مفيش حاجة نقصاني بدون الإنترنت. وجهة نظر برضه جهن، دي أكتر حاجة صحية. في ناس بتعمل أو في بعض الدكاترة النفسيين بينصحوا بعض حتى المشاهير إن هم يعملوا زي بيشيلوا الإدمان بتاع السوشيال ميديا من عليهم، وده حاجة صحية قوي إن احنا دايما كل وقت من وقت للتاني نبعد عن السوشيال ميديا شوية وعن المشاكل اللي بتبقى عليها. علاء هارون بيقول صباح الخير مستر شاذلي والإعلامية بسنت، فعلا أحسن برنامج. وبيقول إنه دي أسئلة جميلة، هو خسر صديق لي على فيسبوك بسبب الكورة، هو متعصب شوية، وصباح الخير عليكم. طبعا التعصب ده يمكن من أسوأ الحاجات اللي ممكن تخلي الناس تخسر بعض. اللي بيقول رأيه الناس لازم تحترم وجهات النظر المختلفة، الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. مظبوط. الأستاذ رضا الجنايني الشاعر الجميل اللي كان يعني صديق البرنامج لكنه كان انقطع فترة لكن رجع تاني، كاتب تعليق حلو قوي بيقول اتعودت ما اخسرش حد مهما يكون اتجاوز حد، مهما يكون بيهاجم بس أقدر أقنعه بأسلوبي في الرد، يصبح مجروح قدام الكل يشوف التجاوز على ايه بيدل. شكرا على الطروحات الحلوه لاسره البرنامج وصباح الفل. شكرا على كلامك الجميل ده. محمد حسني بيقول ولا واحد، الحمد لله تعليقاتي بتكون بمنتهى الاحترام، واللي بيحترم الناس الناس بتحترمه، وصباح الخير على احلى مذيعين محمد وبسنت. شكرا ليك يا صباحك محمد. فل يا استاذ محمد. في كمان في ناس بتجبرك انك تحطها في البلوك، بس انا عاده مش بحب اعلق عند حد، ده السيد هجرس. يعني هنكمل بقيه تعليقات حضراتكم، لكن خلونا دلوقتي نروح لموجز لاهم واخر الانباء مع ليندا. اتفضل يا ليندا. شكرا بسنت. الثامنه بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بالتحرك الفوري لمتابعة الموقف ميدانيا على الأرض مع رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى والإسراع بتحريك المعدات اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة على سقوط الأمطار بهذه الغزارة، وخاصة كسح المياه باستمرار لضمان انتظام حركة السير على الطرق وخاصة على الطرق السريعة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع عدد من المحافظين والمسؤولين عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاستعراض موقف حالة التقلبات الجوية الراهنة وخاصة الأمطار والرياح والإجراءات المتخذة لمواجهة تلك الظروف لتقليل الآثار السلبية الناجمة عنها.
وخلال الاجتماع وجه مدبولي بتواجد مجموعات الطوارئ المتخصصة للتعامل مع أي انقطاع للمرافق وكذا فرق الإغاثة على الطرق السريعة على وجه الخصوص، مشيرا إلى أهمية التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية ومتابعة ما يصدر عنها من تقارير وتوقعات لحالة الطقس بوجه عام، فضلا عن انتظام انعقاد غرف العمليات والطوارئ بالمحافظات على مدار الساعة. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1543 متعافية من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 398761 حالة. وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 2025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته، لافتة إلى وفاة 62 حالة جديدة. قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جونسون ينوي الكشف هذا الأسبوع عن خطط لإلغاء ضرورة العزل الذاتي للمصابين بفيروس كورونا، وبهذا ستصبح بريطانيا أول دولة أوروبية كبرى تسمح للأشخاص المؤكد إصابتهم بالفيروس باستخدام المتاجر ووسائل النقل العام والذهاب إلى العمل بحرية، في خطوة يرى كثير من مستشاريه الصحيين أنها محفوفة بالمخاطر. هذا وسيقدم جونسون أيضا قدرا أكبر من التفاصيل حول كيفية حماية بريطانيا من السلالات المقبلة من فيروس كورونا من خلال المراقبة المستمرة. أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 108725 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 28,167,587 حالة. وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 851 وفاة جديدة بكورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 643,880 وفاة. أكد البنك الدولي استعداده لصرف 350 مليون دولار لأوكرانيا، وأن مجلس إدارته سينظر في ذلك بحلول نهاية مارس المقبل في إطار خطة تمويل قصيرة وطويلة المدى لكييف. وأضاف البنك في بيان أن مديره ديفيد مالباس أكد في اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن البنك سيواصل دعم الشعب الأوكراني واقتصاده وتلبية احتياجاته التمويلية سواء على المدى القصير أو الطويل. قالت السلطات اليونانية إن 12 شخصا ما زالوا مفقودين بعد حادثة حريق عبارة كانت في الطريق من اليونان إلى إيطاليا في وقت مبكر الجمعة، وكان على متن العبارة 241 راكبا و51 من أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق بها. ونقلت قوارب إنقاذ معظم من تم إنقاذهم وعددهم 280 إلى جزيرة كورفو اليونانية. وقالت قوات خفر السواحل اليونانية إن المدعي العام أمر بفتح تحقيق في الحادث، وأضاف أنه تم احتجاز القبطان واثنين من المساعدين لفترة وجيزة للإدلاء بشهادتهم وتم إطلاق سراحهم فيما بعد. أما رياضيا ففاز ريال مدريد على ضيفه ديبورتيفو ألافاس بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني. ثلاثية الفريق الملكي جاءت في الشوط الثاني عن طريق ماركو أسينسيو في الدقيقة 63 وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 80 وكريم بنزيما من ركلة جزاء في الدقيقة 90. وبهذا الفوز رفع فريق العاصمة رصيده إلى 57 نقطة ليعزز صدارته لجدول ترتيب الليغا بفارق 7 نقاط عن إشبيلية الوصيف، فيما توقف رصيد الضيوف عند 20 نقطة في المركز 19 وقبل الأخيرة. نهاية موجز الثامنة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه. الحقيقه من امبارح ومحافظات كتير كان فيها امطار وامطار غزيره وكان فيها رياح شديده كمان، ده طبعا بياتي بالتزامن مع نوه الشمس الصغرى في محافظه اسكندريه ومنخفض الاخدود العلوي في محافظات مصر. خلونا ننقل الصوره بشكل اكثر وضوحا ونعرف ايه اللي حصل في المحافظات، ازاي المحافظات استعدت وتاهبت لهذه الموجه من تداعيات الطقس السيء. معانا على التليفون دلوقتي دكتور ممدوح وراب محافظ الشرقيه. سياده المحافظ صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ محمد، صباح الخير يا استاذ بسان، صباح الخير على الشعب المصري كله. يا اهلا بحضرتك، الوضع عامل ايه دلوقتي في المحافظه؟ الامور يا فندم مستقره، مفيش امطار النهارده، معظم المياه اللي على الطرق الرئيسيه الحمد لله تم رفعها. احنا النهارده ابتدينا نخش في بعض القرى عشان لو في تراكمات مياه داخل القرى شركه المياه بالمعدات بتاعتها والوحدات المثليه بالمعدات بتاعتها، والامور الحمد لله يا فندم جيده، والحمد لله النهارده الشمس كويسه على محافظه. طب يا فندم، هيئة الطقس كانت بتتكلم عن موجة سيئة من الطقس السيء، ازاي تم الاستعداد ورفع حالة التأهب قبل الطقس السيء ما يوصل لكل محافظة؟ طبعا احنا بنبقى مستعدين وبيبقى عندنا غرفة عمليات متصلة بكل الجهات اللي احنا بنتعامل معاها، الكهرباء، شركة المياه، الحماية المدنية، الإسعاف، كل الجهات بنتواصل مع بعض من خلال غرفة عمليات موحدة وبنبتدي نتابع لو في مشكلة. بيحصل عادة الأمطار ابتدت من منطقة مينيا القمح ومنطقة مسدود، وكان في مياه في أمطار خفيفة عليها، وبعد كده ابتدت تتحرك في اتجاه الشمال. وطبعا لما بيبقى في محتاج دعم، احنا عندنا وحدة اسمها وحدة التدخل السريع بمعدات كبيرة وليها إمكانات قدرات كبيرة جدا، بنيجي محركينها لدعم أي مركز عنده مشكلة. إنما الحمد لله ما اضطرناش نستخدم الكلام ده كله امبارح، لأن الأمطار وكميتها والفترة اللي نزلت فيها كانت كلها في الحدود اللي أقل من المتوسطة، وما أثرتش على حركة المرور أو كان في تراكمات أثرت على أي نقاط داخل المحافظة الحمد لله. ده عظيم جدا. سياده المحافظ، هل في شكاوى اتقدمت لكم في المحافظه بسبب تراكم مياه الامطار، ولا انتم كنتوا بتتحركوا سريعا بمجرد نزول الامطار والسيول؟ احنا يا استاذ محمد بيبقى عندنا خطه بنتحرك منين لفين، فاحنا بنبتدي بالطرق الرئيسيه اللي هي بتخدم اكبر عدد من المواطنين وكثافات السكانيه، بعد كده بنبتدي نخش على الطرق الفرعيه فالقرى في العزب. فاحنا الحمد لله امبارح ما قدرناش نقدر نقول حاجه تذكر غير حاجات بسيطه، وكنا بنتحرك على طول الوحدات المحليه للتعامل معاها، والنهارده الشغل كله هيبقى مكثف داخل القرى والعزب، لان الحمد لله الطرق الرئيسيه تم التعامل يعني معاها. لسه في دلوقتي مياه امطار في القرى والعزب؟ في بعض القرى وبعض العزب بنشتغل فيها، انما الحمد لله ما فيش حاجه مقلقه او حاجه مأثره على حتى المدرسه او الدراسه داخل محافظه الشرقيه. عظيم جدا. طب سيادة المحافظ، يعني وجه التعاون بين الجهات التنفيذية وشركة الصرف الصحي، ممكن حضرتك تكلمنا عنها أكتر؟ طبعا حضرتك في تعاون وثيق جدا، وخلي بال حضرتك مش بس شركة المياه إنما الكهرباء كمان، لأن ليها دور كبير جدا، وبرضه الحماية المدنية لأنها دور كبير جدا، بيتم التعاون. وزي ما قلت لحضرتك إن إحنا عاملين غرفة عمليات كل الجهات متصلة بيه، وكله بيعمل على مدار الساعة لاستقبال اي شكاوي او توجيه عربيات المياه او توجيه مرشات المياه او توجيه شركه الكهرباء او اي انقطاع بنحتاجه للمكان اللي فيه الاحتياج. والحمد لله استعداد جيد جدا بمعدات جيده جدا، وطبعا حضرتك عارف السنوات السابقه احنا اخذنا منها خبرات واخذنا دعم جيد جدا لتوفير كل المعدات اللي احنا محتاجينها اثناء الازمات زي الامطار الكثيره. عظيم. سيادة المحافظ، كل الجهات زي ما حضرتك قلت في تعاون مع المحافظة، وكل جهة بيكون لها استعداداتها، لكن الصرف الصحي بيكون لها استعدادات مختلفة شوية، لأنه كمية الأمطار اللي بتنزل لو قوية وفي سيول ممكن يؤدي إلى انسداد في شبكة الصرف الصحي. إزاي استعدت المحافظة بشكل عام في هذه النقطة وهذا الأمر؟ إحنا منذ سنتين يا أستاذ محمد ابتدينا نعمل زي مصرف للأمطار على المجاري المائيه، يعني على السرع، على النيل، على اي افرق مائيه بنعمل عليها على طول عشان ما تعملش احمال على شبكه الصرف الصحي، وبالتالي محطات او الروافع بتاع الصرف الصحي او محطات نقيه تتاثر فيها. فكان ليها مردود جيد جدا، ان الحمد لله ما كانش في ضغط على الشبكات السنه دي خالص الحمد لله. وطبعا ده كل ده بيتم بالتنسيق مع شركة المياه،
والاستاذ الصحي، وهم انا عايز اقول لحضرتك ان هم مدربين على مستوى عالي جدا وعندهم اجهزه جيده جدا للتعامل مع هذه الحالات، وفي بروتوكول عمل بيتم ان هو في حاله ان حصل التباس شبكه اللي بيتم لو اضطر ان هو يفصل التيار الكهربي عن احد الرابطه ويتحول على رابطه ثاني. كل القصه دي كلها مخطوطه وتم تجربتها اكثر من مره، والحمد لله لغايه دلوقتي ما اضطرناش للجوء لمراحل زي فصل التيار الكهربي عن اي رابطه من المواقع او استخدام اجهزه لتسليك شبكات. الحمد لله يعني زي ما قلت لحضرتك الشبكه اللي عملناها خلال السنتين اللي فاتت اللي هي بتصرف على المصرف المائي صحيح، ونستفيد كمان من مياه الامطار. بالظبط كده، فما هي بتنزل على السرعة على طول يا استاذ محمد ونستفيد منها زي ما حد. طب سياده المحافظ الدراسه اخبارها ايه؟ يعني الطلبه دلوقتي قادره تروح النهارده مدارسها عادي ولا تم تعطيل الدراسه؟ لا يا فندم، ما فيش تعطيل دراسه وما فيش مشكله على اي طريق، واحنا ما تلقيناش ان في حد عنده مشكله طريق او اقصى طريق، الحمد لله لغايه دلوقتي. تمام يا فندم، نشكر حضرتك دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه، شكرا جزيلا لك. دلوقتي هينضم لينا عبر الهاتف مهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة. صباح الخير على حضرتك، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم. كلمنا عن الوضع اللي بتشهده المحافظة حاليا بعد موجة الطقس الشديدة اللي بتشهدها المحافظات. والله الحمد لله محافظة القاهرة امبارح تعرضت لموجة من الأمطار، ما نقدرش نقول شديدة، كانت موجة متوسطة لخفيفة. ومن صباح الأمس ومعداتنا، انت عارفة عندنا خطة انتشار المعدات، بمجرد ما يكون معانا تحذير من هيئه الارصاد بننشر المعدات في المواقع اللي احنا متوقعين تتجمع فيها الميه. وبمجرد ما حصلت الامطار المعدات بدات تتحرك وتجمع الميه، والحمد لله ما حصلش اي تراكمات ولا تجمعات كبيره بحيث اثرت على حركه المرور. وده الحمد لله بفضل ان احنا بننشر حوالي 125 معده على مستوى المحاور الرئيسيه والمحاور الفرعيه على مستوى القاهره بالكامل، والتعاون طبعا مع اجهزه محافظه القاهره. ده عظيم جدا. انا شفت امبارح العربيات وهي بتشيل مياه المتراكمه في الشوارع، وشفت عربيات جديده الحقيقه احنا كل سنه وعربيات كمان يعني في عربيات كبيره وعربيات صغيره. تمام، احنا بنحاول الاسطول بتاع الشركه بندعمه بمعدات كبيره للمحاور الرئيسيه، والمحاور الصغيره بنحط معدات صغيره شويه عشان تقدر تتحرك في الشوارع الضيقه. وكل سنه لينا معدات جديده، احنا السنه دي دعمنا الشركه ب 26 معده، وان شاء الله احنا في صدد شراء 30 معده تاني خلال السنه اللي احنا فيها عشان تدخل خدمه السنه الجايه ان شاء الله. ده عظيم جدا. طيب احنا حابين نعرف بقى يعني حضرتك التعاون بين الجهات التنفيذيه، يعني احنا بنشوف مؤخرا خطوات استباقيه من شركه الصرف وطبعا مع المحافظات، بنشوف ان في تعاون كده ما بين الجهات، فايه هي اوجه بقى التعاون ده بعد ما طبعا هيئه الارصاد بتعلن ان في طقس سيء؟ والله احنا في تعاون جامد بيننا وبين محافظه القاهره، ان احنا بننسق معاهم الاماكن اللي فيها تراكمات، وبيسمحوا لنا بان احنا نحرك معداتنا في الشوارع والمحاور الرئيسيه، حتى بيبقى مخصص لنا مواقع معينه في الاماكن اللي احنا محددينها، بيخصصوها لنا ان احنا العربيات تنتظر لغايه سقوط الامطار، العربيات بتقف من اول ما بيجي لنا تحذير، وبيبقى في تنسيق بيننا وبين الاحياء وهيئة النظافة برضو في محافظة القاهرة ومديرية الطرق، حتى كمان في تنسيق مهم جدا في إنشاء بلوعات أمطار. إحنا السنة دي أنشأنا في حدود 3000 بلوعة قطر إضافية على الشبكة القديمة على شبكة القاهرة، فإحنا لولا التعاون اللي بيننا وبين المحافظة كناش نقدر ننشئ 3000 بلاعة مطر خلال الفترة اللي فاتت. طيب البلوعات دي بتودي لفين؟ البلاعات دي بتدخل في القاهرة شبكة الصرف، شبكة مدمجة بتستقبل مية المطر ومية الصرف، لأن في القاهرة ما نقدرش نعمل شبكة صرف منفصلة، لأن أولا المجاري المائية بعيدة، ما هياش مش زي بقية المحافظات فيها درع ومصارف، القاهرة ما فيهاش هذا الكلام، فإحنا مضطرين إن إحنا نتعامل مع شبكة القاهرة مع شبكة الصرف. طيب عظيم، أنا كان عندي سؤال بصراحة يعني أنا شايفه مهم الحقيقة. احنا بنعمل طرق جديده وبنعمل كباري وبنعمل انفاق، هل الكباري الجديده بتدخل في الخريطه عندكم؟ طبعا يا فندم، احنا الكباري حضرتك في تنسيق بيننا وبين الهيئه الهندسيه وبين جهاز تعمير القاهره، اثناء تنفيذ الكباري دي احنا بنشترك معاهم، احنا اللي بننفذ لهم بلعات الامطار في الاماكن اللي احنا بنتفق عليها، اماكن اللي احنا فيها منخفضات ومرتفعات، بنحدد اماكن المنخفضه عشان ننفذ فيها بلعات الامطار.
مفيش محور اتعمل الا لما عملنا فيه هذا الموضوع. ده عظيم جدا. طب النهارده بقى هل الحياه رجعت تاني لطبيعتها ولا لسه في امطار يمكن باقيه من امبارح؟ لا والله احنا الحمد لله الناس استمرت طول الليل لغايه ما رفعت الامطار من 90% من الشوارع الرئيسيه والفرعيه. انا يعني شفتهم، انا شفتهم كمان بسيطه جدا. عايز اقول لحضرتك يا باشمهندس، انا شفت الناس والحقيقه عايز اشكر العمال اللي شغالين مع العربيات، يعني هم حريصين ان هم ما يسيبوش بقايا ميه في الطريق، حتى لو شويه ميه صغيرين مش هتعوق الحركه، لا بيشيلوها برضو. يعني انا شفت راجل واخد المساحه وعمال يجيب الميه من كل اتجاه عشان تتجمع عشان يشفطها بالعربيه. والله هم فعلا يستحقوا الشكر، ده حقيقي، لان بيبذلوا مجهود الحمد لله لمصلحه بلدنا عشان وجه العاصمه يظهر بوجه مشرف. طب ايه اكتر الاماكن اللي كان فيها تجمعات لمياه الامطار في القاهره؟ والله امبارح كان طريق الاسماعيليه. طريق الاسماعيليه تعرف ما فيهوش شبكه صرف، فهو وفي مناطق منخفضه، فده جمع مطر فكنا بنعتمد فيه على الشفاطات. واخر طريق الميثاق عند قرب الدائري كده، يعني هي دي الاماكن اللي جمعت شويه مطر معانا. احنا بنشكرك مهندس عادل حسن رئيس شركه الصرف الصحي بالقاهره على المجهودات الكبيره اللي بتقوموا بيها، وزي ما شاذلي قال يمكن من اصغر عامل في الشبكه لاكبر حد، بنشكركم على المجهودات العظيمه اللي بتقوموا بيها عشان توفروا لنا حياه اسهل ونقدر نوصل ونتنقل بكل سهوله. طيب لسه مكملين مع حضراتكم واحنا بنتابع تداعيات الطقس السيء والامطار والسيول اللي شهدتها بعض المحافظات. خلينا نروح نطمن على اسكندريه من اللواء محمود نافع رئيس شركه الصرف الصحي بالاسكندريه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ محمد على حضرتك وعلى الاستاذ بتانت وعلى الساده المشاهدين جميعا. يا اهلا بسيادتك، اخبار اسكندريه ايه؟ كل خير الحمد لله. والله يا فندم سيادتك بتكلمني والحمد لله، يعني فضل ربنا عظيم علينا النهارده، الشمس مشرقه والدنيا جميله واسكندريه زي الفل الحمد لله. اسكندريه دايما جميله في كل حالاتها، حتى في المطره، حتى في يعني في الطقس السيء، هي اسكندريه جميله. ربنا يبارك في حضرتك. يعني الامطار كانت كتيره بس اسكندريه متعوده على النوع ده من الامطار، ازاي تم الاستعداد ورفع حاله التاهب بقى قبل الطقس السيء؟ والله حضرتك احنا من يوم الجمعه من اول امبارح يعني جانا الانذار من هيئه الارصاد ان في تقلبات جويه، رفعنا الحاله من صباح الجمعه. يعني يوم الجمعه كله كان الحمد لله الامور شبه مستقره، يعني بالليل بعض الامطار الخفيفه بدات فجر السبت، الامطار من الساعه 5 صباحا تقريبا خفيفه ومتوسطه، وجت على الظهر بدات في غزاره شويه في غرب اسكندريه على حي العجمي وحي العمريه وعلى الطريق الصحراوي. انما الحمد لله بفضل الاستعداد المسبق يعني من عناصر المحافظه بالكامل، كل اجهزه تنفيذيه وسياراتنا اكثر من 100 سياره منتشره واكثر من 40 بداله منتشره على مستوى المحافظه، الحمد لله ما حصلش اي مشاكل او اي اعاقه مروريه على مستوى المحافظه بالكامل. طيب ده عظيم جدا. غرفه العمليات هل تلقت اي اتصالات او شكاوى من المواطنين؟ لا والله الحمد لله، احنا بقول لحضرتك يمكن عندنا غرفه العمليات غرفه يعني مشتركه بين الشركه عندنا والمحافظه والعمليات النجده وعمليات المرور وكل شركات المرافق، كلنا على شبكه واحده في اللاسلكيه وعلى موقع على الواتساب بنتواصل مع بعض وبنتعامل مع بعض. يعني بعض التجمعات البسيطه اللي حصلت وتم التعامل معاها في حين وعلى طول، ما سببتش اي عقل الحمد لله. كان في تجمع على محور المحموديه بجوار النقل والهندسه، تجمع بسيط كده وتم رفعه على طول يعني. طب نطمن بقى الاهالي، النهارده الدراسه كانت شغاله عادي؟ الحمد لله بقول لحضرتك الدراسه شغاله عادي والشمس مشرقه واسكندريه كلها جميله بفضل ربنا الحمد لله. اسكندريه جميله دايما. شكرا يا فندم. كل الشكر ليك يا فندم اللي هو محمود نافع رئيس شركه الصرف الصحي بالاسكندريه. دلوقتي ناخد مجموعه من التعليقات اللي جات لنا على سؤال حلقه النهارده، خسرت كام واحد بسبب السوشيال ميديا. في حساب باسم وليد احمد حماد بيقول صباح الخير على احلى مذيعين في القناه الاولى، صباح الخير على مصر كلها. انا الحمد لله عمري ما خسرت حد، ولو عايز اقول حاجه لحد بفضل ان هي تكون وجها لوجه، والحمد لله ما خسرتش اي حد من السوشيال ميديا، والحمد لله لسه بتواصل مع كل الناس وربنا يحببنا في بعض اللهم امين. وايه كمان يا شاذلي؟ في كمان تعليقات كتيره، في ما خسرتش حد وفي تواصل ويا رب يديم المحبه بيننا، ده حساب باسم طائعه الرحمن. في كمان منى الشامي بتقول صباح الخير عليكم، احلى برنامج واجمل مذيعين، الوقت كل اللي عايز يقول اي حاجه ومش قادر على المواجهه بينشرها على السوشيال ميديا، ده حقيقي، بالذات كمان لو عايز يدخل في مهاترات يعمل فيك اكاونت ويبتدي يرد وياخد ويدي في الكلام مع الناس لو الاكاونت بتاعهم بابليك. هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم تاني بعد الفاصل، خليكم معانا. Thank you.
بنصبح على حضراتكم مرة تانية وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. It's one! Oh, what a goal! اتعادل الزمالك مع فريق ساجرادا الأنجولي بنتيجة 0-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. بالنتيجة دي احتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين. وفريق باترو أتلتيكو الأنجولي حقق فوز صعب بنتيجة 2-1 على فريق الوداد المغربي في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب 11 نوفمبر ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. كمان فريق المريخ السوداني اتعادل مع سان داونز بنتيجة 0-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح العصر على ملعب الأهلي والسلام في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. بالنتيجة دي بيحافظ سان داونز على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقط. فريق ليفربول الإنجليزي نجح إنه يفوز امبارح على فريق نورويتش سيتي بنتيجة 3-1 في المواجهة اللي اتلعبت بينهم على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ونجح نجمنا المصري محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني للريدز من صناعة الحارس أليسون في الدقيقة 67 من المباراة. وبعد انتهاء المباراة حصل الفرعون المصري صلاح على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تألقه وتسجيله لهدف ولا أروع في مرمى نورويتش سيتي. حقق تشيلسي الإنجليزي فوزه على فريق كريستال بالاس بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، وعزز تشيلسي مركزه الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، ووقف رصيد كريستال بالاس عند 26 نقطة في المركز 13. أما فريق أرسنال الإنجليزي ففاز على فريق برانتفورد بنتيجة 2-1 خلال المباراة اللي اتلعبت بين الفرقتين على استاد الإمارات. بالنتيجة دي بيحتل الأرسنال المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، وبرانتفورد في المركز 14 برصيد 24 نقطة. وأتلتيكو مدريد فاز فوز كبير على فريق أوساسونا بنتيجة 3-0 في المباراة اللي لعبوها امبارح ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الأسباني الليغا، ورفع أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 42 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الأسباني، وقف رصيد أوساسونا عند النقطة 32 في المركز 9 وبيتصدر ريال مدريد برصيد 54 نقطة. اتعادل شتوتغارت الألماني المحترف في صفوفه النجم المصري عمر مرموش بنتيجة 1-1 مع فريق بوخم خلال اللقاء الجمع الفرقتين ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الألماني. بالنتيجة دي احتل شتوتغارت المركز 17 في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 19 نقطة، وبوخم في المركز 11 برصيد 29 نقطة. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لشاذلي وباسانت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. بنشكرك طبعا يا ليندا. لسه كلامنا عن رياضة مستمر، ومبارح كان يوم رياضي بامتياز. زمالك تعادل مع فريق ساجرادا الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا وصعب موقفه في مرحلة المجموعات. ونروح على الناحية الثانية نشوف تألق محمد صلاح مع ليفربول اللي قدم الحقيقة مباراة استثنائية ونجح في تسجيل هدف رائع. خلونا نحلل أحداث هذه المباراة
اللي شهدتها الساحه الرياضيه مع الناقد والمعلق الرياضي محمد عفيف. صباح الخير عليك محمد. صباح الخير بسنت هانم. صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر اينما كانوا. طبعا يا اهلا بيك منورنا. امبارح مباراه الزمالك كانت صعبه، شايف موقفه بقى صعب دلوقتي؟ مش صعبة بالقدر اللي صعبها بنفسه على نفسه في هذه المباراة، زي ما كان في مباراة البترو أتلتيكو في القاهرة. الزمالك هو اللي بيصعبها على نفسه، ولكن نتيجة بترو أتلتيكو بتفوق على الوداد المغربي في الجولة الثانية في المباراة الأخرى اللي بتتبع لنفس المجموعة الرابعة سهلت الأمور شوية، ادت نفس تاني لنادي الزمالك لأنه أصبح عنده نقطتين. الأمور أصبحت في الجولات الأربعة المتبقية بالنسبة لدور المجموعات لحساب المجموعة الرابعة لا في أمل وأمل كبير كمان. والزمالك من اخطر الفرق وما زلت عند رايي حتى ما بعد التعادل امام بترو اتلتيكو في الجوله الاولى وحتى مع سجرادا في الجوله الثانيه، الفريقين الانجوليين هناك في لواندا او في القاهره من قبل، لانه الزمالك فريق خطير جدا لكن مش لاقي التوليفه. ومن الاخر كده في كهرباء موجوده، مش كهرباء اللي محترف بتاع الاهلي، في كهرباء موجوده لمجلس او للجهاز الفني نادي الزمالك بسبب عدم الاستقرار بشكل او باخر في الكيان او في المنظومه ما بعد انتخابات مجلس الاداره الجديد، له كل الاحترام والتقدير بشكل او باخر، لكن هم ما طلعوش قالوا انه مثلا الراجل مستمر ومشروع حتى ختام بطوله افريقيا او حتى ختام هذا الموسم، وده عامل حاله شويه انه في ازعاج، اي نتيجه سلبيه ممكن تاثر بالسلب، فهم لازم يطلعوا لازم يتكلموا يقولوا الراجل مستقر احنا معاه مشروع يستمر حتى ختام هذا الموسم او حتى ختام عقده كارتيرون، لانه بنتائج سلبيه هو تعادل مع بترو اتلتيكو ثم الهزيمه 0-2 امام سموحه في الدوري ثم تعادل بالامس تعادل سلبي وهم مش محظوظين، يعني بشكل غريب من أسوأ المباريات اللي بيلعبها نادي الزمالك كسوء حظ. صح، لانه بيعمل كل او انا قلتها يمكن في اكتر من مره، قلت بيلعب يكسب لا هو بيأدي وبيأدي بشكل مميز الحقيقه وبيوصل بالظبط، بس العارضه والقائم بصراحه يعني مش عارف يعني مش قادر ابررها، لانه دي برده عيب لاعبين، لانه المفروض في التدرب خلال المراحل التدريبيه ما قبل المباريات كيفيه انهاء الهجمات بالشكل المطلوب المرغوب فيه. في المباريات اللي زي دي انصاف الفرص، فما ينفعش ان انت تضيع مثل هذه الفرص، ما هو مش حظه بس، ما هو الحظ ما بيقفش غير مع المجتهد، فانت بتوصل لكن لازم تنهيها بشكل متقن، انت لعيبه كبيره وبتلعب على لقب وجمهور الزمالك بيبحث عن اللقب السادس لانه كمان فرق الاهلي بقى 10 القاب، مازيمبي الكونغولي اللي هيلعب بالمناسبه النهارده مع المصري البورسعيدي في الكونفدراليه، والزمالك عنده 5 القاب، فجمهور الزمالك مشتاق انه يبقى في لقب افريقي كبير. انت عارف انه دايما لما يحصل تعادل او خساره يمكن بنرمي اللوم شويه على المدرب، يمكن بسبب او التغييرات اللي بتحصل دي في وجهه نظرك ممكن يكون كارتيرون اخطا في التشكيل بشكل كبير؟ طبعا زيزو غايب بداعي الفيروس كورونا كما اعلن، نتمنى له السلامه والامان باذن الله ويكون موجود في المباراه اللي جايه، هم سافروا من لواندا على كازابلانكا المدينه المغربيه لمواجهه الوداد ان شاء الله في الجوله الثالثه بشكل مباشر. في مشكله حتى من مباريات كاس الرابطه اللي هو كان بيجرب فيها لعيبه كتير، وقال لا انا عندي الاساسيين اللي كانوا موجودين مع منتخبنا الوطني في كاس الامم الافريقيه فلازم يكون في التوليفه الانسب. طب جولك الناس معظمهم مش في حالته، بس عشان نبقى واقعيين، لانه فتوح مثلا في مباراه بترو اتلتيكو كان سيء للغايه. صحيح، مشكله اللاعب المصري، الافه بتاعه اللاعب المصري، دايما لما باجي معاكم بتكلم على العامل السيكولوجي اللي انا اتعلمته من الناس بره، انه اي حد بيفوز كنت اتعامل مع روجر فيدرر اقول له انت جبت القاب في جراند سلام ازاي، يقول لي هنا العقليه. نوفاك جوكوفيتش نفس الكلام، يوسن بولت الاسرع في تاريخ مش نفس الكلام، وفي نفس الامر بالنسبه للاعبي كره القدم، ليفربول بيلعب بره زي جوه، عنده استراتيجيه واسلوب، انا عايز افوز. النادي الاهلي على سبيل المثال رباعية تاريخية في الهلال وبرونزية عالم، راح مع الهلال السوداني مباراة من أسوأ المباريات اللي أنا شخصيا علقت عليها يعني بالنسبة لنادي الأهلي. نفس الكلام نادي الزمالك، اللعيبة جاية خلاص وصلوا لنهاية أفريقيا مع المنتخب الوطني، مش بيأدوا بالشكل الكبير مع نادي الزمالك، التوليفة مش مظبوطة، والكهرباء اللي معمولة بالنسبة لباتريس كارتيرون والجهاز الفني مع اللاعبين كمان، لأنه كل لاعب حتى ما قبل الانتخابات كان في كلام عن خصومات، هتخسر هتتعاقب، مش لازم يبقى في استقرار ولازم يبقى في دعم من مجلس الاداره والمسؤولين عن الكوره في نادي الزمالك، وفي نفس الوقت لازم يبقى في توليفه محترمه، لانه وروح اللعيب نفسه، يعني انت بتقول اللعيبه بتادي مع المنتخب غير ما بتادي مع الانديه بتاعتها، طب ما هو ده ممكن يحرمهم بعد كده من الانضمام للمنتخب 100%. والراجل كجهاز فني بالنسبه للمنتخب الوطني بشكل عام يعني بيختاروا اللاعب المتالق، بس انا عندي وجهه نظر مختلفه يعني. احنا اللعيبه بصراحه ما بدافعش، هم لعبوا ماتشات كتيرة جدا الفترة اللي فاتت، هي في الحقيقة تتعب أي حد يعني حتى لو محترفين هم، لا على فكرة يعني الماتشات اللي لعبوها كتير قوي دي هي إجهاد كبير عليهم عصبيا ونفسيا. قلتها كنت معاكم من أسبوع تقريبا قبل مباراة نهائي أفريقيا مصر والسنغال، قلت
رب ضاره نافع. اللي حصل في الموسم الماضي من ضغط مباريات وتزاحم عدد مباريات كبير قوي، كل 48 ساعه مباراه، ادى نفس اكبر للاعبين المحليين ان هم يبقوا زي اللاعبين الاوروبيين في رتم المباريات، فقدروا ان يلعبوا في امم افريقيا بشكل يخض بمستوى اللياقه البدنيه يخض اي منتخب اخر. اللعيبه دي المفروض وصلت لمرحله من الاحتراف والاسعار وكمان عمليات الاستشفاء الموجوده في الانديه الكبيره زي نادي الزمالك ونادي الاهلي، المفروض تخليهم واقفين على رجليهم في اي وقت. محمد صلاح بسم الله ما شاء الله، راجل جاي من امم افريقيا، العقليه في انه حول حتى الهزيمه في فاينل امم افريقيا الى انه يبقى عدل ينتقم بالظبط كده. يعني ده طبيعي، راجع وكله حماس ياكل الكل ويؤدي اداء زي الفل. لازم لازم. فعلى الزمالك انه يعمل كده، على باتريس كارترون انه يلاقي التوليفه لانه عنده لعيبه من افضل اللعيبه اللي موجوده في القاره الافريقيه كلاعبين كافراد. لكن التوليفه اللي هو بيعملها على ارض الملعب لا، يعني يبدا بشيكابالا مره ثم يحط مثلا امام عاشور مره في البدلاء ومره في التشكيله الاساسيه، مش لاقي انه في حاجه غلط في التوليفه اللي بيعملها. طب هو ليه ما بيستقرش على تشكيل؟ ما اقدرش اقول غيابات، بس هو بيحاول انه يطلع بافضل حاجه او ان هو يخدع الغريم. يعني مثلا طريقه 3 4 3 بالامس مش 4 3 3 ومشتقاتها او 4 2 3 1 اللي بيلعب بيها واللي مريحاه اكتر. يعني بيحاول ان هو يعمل حاجه مختلفه، بيوصل للمرمى لكن عنده مشاكل دفاعيه. محمود علاء مش في حالته بالمره. ابو جبل حتى بعد ما جه برده مش في حالته، وان كان تالق في المباراه الماضيه في المباراه بالامس عن ما كان الحال في المباراه الماضيه بعد عودته من امم افريقيا. لكن بشكل عام كمان العروض اللي تيجي كتير قوي للاعبين وده برضو عامل لهم حاله بشكل او باخر. طبعا لانه في لاعبين تالقوا زي فتوح وزي احمد سيد زيزو، حتى امام عاشور، واللاعبين اللي هم موجودين وبدا الكلام عليهم بشكل كبير بيطلعهم بره التركيز. ودايما الزمالك موعود بكده لانه اللي من فوق ما بيدلوش الامان او انه بس كمل حتى نهايه عقدك او حتى نهايه هذا الموسم وبعدين هنتكلم بشكل جدي. على العكس في الجانب الاخر مثلا في النادي الاهلي مفيش الكلام ده، ما حصلش. الناس بتركز، الناس بتخش في اجواء المحلي او الافريقي زي ما كان مع المنتخب الوطني، وبيرفع من معدل التركيز واللياقه البدنيه وبتابعيه الاداء الفني علشان حتى بعد نهايه السيزون لو جالك عرض كويس احنا معاك، احنا في ظهرك. فكره عقليه بس تختلف من مكان اخر. شيكابالا كان فايق جدا، وطارق حامد غيابه تفتكر انه اثر على خط النص في الزمالك؟ 100%. طارق حامد بشكل عام منذ غيابه حتى ما قبل الاستدعاء لامم افريقيا وكده كده كان مصاب من مباريات الدوري حتى ما حضرش في كاس الرابطه، مؤثر بشكل او باخر. لكن هل نادي الزمالك بيقف على لاعب؟ المفروض ده نادي كبير، نادي بطولات، لازم يكون ليه بديل وبديل تقيل موجود في نص الملعب. لما مشي فرجاني ساسي لقينا امام عاشور تالق بشكل او باخر. طب طارق حامد مسمار نص الملعب، ديفندر من عيار تقيل موجود، لازم يكون ليه بديل، لازم يكون ليه عنصر مؤثر يقدر ان هو ياثر على تعطيل هجمه اي غريم، لانه نادي الزمالك مستباح في نص الملعب. وطالما اخترق نص الملعب الدفاع بتاعه الونش متالق، لكن مثلا النص الثاني من الدفاع محمود علاء مش في حالته، محمد عبد الغني برده مش الخبرات الكبيره اللي يقدر ان هو يسد قدام فرق كبيره، ومباراه الوداد اللي جاي اختبار تقيل قوي للاعبي نادي الزمالك. فلازم يكون في اكتر من بديل واكتر من استراتيجيه، مرونه تكتيكيه في الاستراتيجيه اللي بيلعب بيها. الزمالك قادر ان هو يستعيد يلمم اوراقه زي ما بنقول كده، ويستعيد اللعيبه ثاني، تستعيد عافيتها ويقدروا يظهروا بالشكل المطلوب في المباراه القادمه مع الوداد؟ يقدر. الزمالك انا زي ما قلت عنده عناصر فرديه محترمه فنيا، لكن على المستوى الجماعي لا. وده بيبان حتى يمكن حتى لو عندك تلت هجومي متفاهم وفي فرص تقدر توصل من نص الملعب الهجومي سواء الجزيري او اي لاعب موجود بقى في التشكيله بالنسبه لنادي الزمالك هجوميا، لا في مشكله في انهاء الهجمه. ده عنصر سلبي لازم يتدرب عليه نادي الزمالك، لازم يكون في توليفه بالعناصر الاساسيه اللي انت بتلعب بيها مع المرونه التكتيكيه، كيفيه التدوير لطريقه اللعب على ارض الملعب تتناسب مع الغريم ازاي. طب انت كنت اتكلمت عن اداء فخر العرب صلاح وقلت ان هو يعني عدل ينتقم، وصل للهدف ال 150 في مسيرته. يعني ايه اللي منتظر بقى محمد صلاح مع الفريق ليفربول، بالذات ان احنا عارفين انه في كلام كتير على انه هيمشي من ليفربول، في نفس الوقت الجمهور عايزه جدا، في نفس الوقت لم يتلقى عروض جاده تليق بمحمد صلاح، تفتكر ايه اللي مستنيه؟ اللي انا شايفه انه لازم يستقر في ليفربول، لازم يعمل التاريخ الكبير الحاله زي ما عملها ميسي في سنين طويله مع برشلونه، زي ما عملها كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد. لكن ريال مدريد وبرشلونه قدروا لعيبتهم، يعني هل انت شايف بالتاكيد؟ لا، هو ليفربول يقدر محمد صلاح بشكل كبير بغض النظر عن الاختلافات في كيفيه انهاء تجديد التعاقد بالنسبه لمحمد صلاح، لكن هو زي ما بنقولها كده بيعزز نفسه لانه بيقدم ما يشفع له.
حقه طبعا. الخلاصه انه بيقدم ما يشفع له وفي كل مره بيعمل. في يعني في الدوري يمكن الانجليزي او الاسباني او احنا بنشوف ان الانديه دي فعلا كانت لعيب هو اللي شايلها. يعني لما شفنا ميسي مشي من برشلونه او كريستيانو رونالدو من ريال مدريد شفنا اداء الفرق دي مش زي ما هي. ففي نفس الفكره احنا بنتكلم بمحمد صلاح اللي النهارده بيبقى مش هنقول بيتقارن بيهم لان هو النهارده احسن بكتير. ففي وجهه نظرك ليه ممكن ليفربول ما بيقدرش حاجه زي يعني قيمه وقامه زي محمد صلاح؟ هم في الكره في انجلترا بشكل عام بالنسبه لهم اقتصاد قوه والتاثير بالنسبه لمحمد صلاح انه عايزينه بس باكبر قدر ان احنا نبقى كسبانين من وراه. مش هو اللي كسبان في مجرد ان هو يبقى موجود وبياخد عقد كبير زي نجوم كبيره كانت بتاخد فلوس وما بتقدمش الكتير زي ميسي مثلا مع باريس سان جيرمان دلوقتي ان هو احسن لاعب في العالم في البالون دور وثاني افضل لاعب في العالم في ذا بيست ومع ذلك ما بيقدمش الكتير. امبابي على سبيل المثال افضل منه. محمد صلاح يقدم لكن هم بيعملوها عمليه عرض وطلب. احنا نديك كذا فنفاصل فيها فهتمشي ازاي. المهم انه محمد صلاح بيكسب كويس قوي من ليفربول بيكسب كمان كاسم مع ليفربول لانه خلاص بقى في المنظومه. وليفربول دي بقى من الانديه اللي ما بتقفش على حد لانه ليفربول كسب كل الماتشات لما كان محمد صلاح وساديو ماني في امم افريقيا على سبيل المثال. ولكن محمد صلاح تاثيره في المباريات الكبيره طبعا لا يفرق بقى هنا التقل بتاع الانديه اللي بتبقى بيخلق عنه. فرصه يعني كنا دايما بنقول مثلا في لعيب بيستغل الفرصه ولعيب بيستغل انصاف الفرص لا ده بيخلق الفرصه اصلا بيعمل تقل للهجوم بيخلص كور صعبه جدا اي مهاجم كلاسيكي في الجول بتاع الامس امام بيرنلي لا هيسلم لاعب لانه موجود صح. هو عمل عكس حركه قدمي الاثنين المدافعين اللي موجودين وعكس حركه الحارس القرار مع اتخاذه في التوقيت المثالي ثانية بيمينه زي شماله الكنترول بتاع الكوره كل حاجه عملها حلوه تديله كريدت انه لا افضل لاعب في العالم بدون مجامله وبدون تحيز ان احنا كمصريين لانه لا دي النقاط اللي بتفرق لاعب عن لاعب صح. ازاي بيخلص ازاي بيعمل افضليه لفريقك بمهارتك الفرديه وقيمه المهاره الفرديه لما تخدم على الاداء الجماعي والنتيجه الايجابيه. طب احنا يعني قبل ما نروح بقى للموجز كان عندنا سؤال في الحلقه النهارده خسرت كام واحد بسبب السوشيال ميديا حابين نعرف منك انت خسرت كام واحد بسبب السوشيال ميديا. والله في مجالنا كمعلقين كمان الناس بتزعل قوي وبتتضايق قوي لما بيحسوا ان انت مايل لفريق على الاخر واحنا في كل الاحوال لازم تكون محايد بشكل او باخر لكن في ناس كتير قوي بتزعلنا وبنزعل منها لكن بنحاول بقدر الامكان نطلع او انا شخصيا اطلع بره او اخدها ببساطه لانه لو زعلت من كل كلمه بتتقال اصدقاء مثلا عامل بلوك لكل الناس لا مش صحيح لانه في ناس كتير ما اعرفهمش لكن كاصدقاء بيزعلني الفكره في انه بسبب شغلك هم عارفينك كويس انه يتغيروا عليك ودي بتبقى سيئه للغايه لان هم في مجال الرياضه كمان وفي مجال التعليق بيبقى الموضوع صعب شويه لكن مفيش تجاوز يعني وحتى لما بيحصل انا بتعامل معاه بذكاء فبكسب اللي قدامي وبهدوء فهو بنفسه بيجي يقول لي انا بعتذر انا كانت وجهه نظري بس نرفزه وقتيه وبتتغير مع الوقت لكن بشكل عام بيبقى فيه الاحترام المتبادل ده مهم قوي بنحسدك على الذكاء في التعامل الحقيقه محمد والله ايه بنحسدك على الذكاء في التعامل لازم يعني هو لو انت بترجعه يعتذر لو اتنفست مع كل كومنت او 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 اي حد سواء قريب او بعيد اتكلم معاه بهذا الشكل في العمل العام بتاعنا بالذات مع الكوره الموضوع هيبقى صعب قوي. شكرا طبعا شكرا جزيلا محمد عفيفي الناقد والمعلق الرياضي شكرا جزيلا ليك شرفتنا ونورتنا. شكرا جدا يا فندم شكرا جدا. مشاهدينا دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر الانباء مع ليندا تفضل يا ليندا. شكرا بسنت. التاسعة بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز والاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم. وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بالتحرك الفوري لمتابعة الموقف ميدانيا على الأرض مع رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى والإسراع بتحريك المعدات اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة على سقوط الأمطار بهذه الغزارة وخاصة كسح المياه باستمرار لضمان انتظام حركة السير على الطرق وخاصة على الطرق السريعة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع عدد من المحافظين والمسؤولين عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاستعراض موقف حالة التقلبات الجوية الراهنة وخاصة الأمطار والرياح والإجراءات المتخذة لمواجهة تلك الظروف لتقليل الآثار السلبية الناجمة عنها. وخلال الاجتماع وجه مدبولي بتواجد مجموعات الطوارئ المتخصصة للتعامل مع أي انقطاع للمرافق وكذا فرق الإغاثة على الطرق السريعة على وجه الخصوص مشيرا إلى أهمية التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية ومتابعة ما يصدر عنها من تقارير وتوقعات لحالة الطقس بوجه عام
فضلا عن انتظام انعقاد غرف العمليات والطوارئ بالمحافظات على مدار الساعة. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1543 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 398,761 حالة. وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 2025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته، لافتة إلى وفاة 62 حالة جديدة. قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جونسون ينوي الكشف هذا الأسبوع عن خطط لإلغاء ضرورة العزل الذاتي للمصابين بفيروس كورونا، وبهذا ستصبح بريطانيا أول دولة أوروبية كبرى تسمح للأشخاص المؤكد إصابتهم بالفيروس باستخدام المتاجر ووسائل النقل العام والذهاب إلى العمل بحرية، في خطوة يرى كثيرون من مستشاريه الصحيين أنها محفوفة بالمخاطر. هذا وسيقدم جونسون أيضا قدرا أكبر من التفاصيل حول كيفية حماية بريطانيا من السلالات المقبلة من فيروس كورونا من خلال المراقبة المستمرة. أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 108,725 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 28,167,587 حالة. وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 851 وفاة جديدة بكورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 643,880 وفاة. أكد البنك الدولي استعداده لصرف 350 مليون دولار لأوكرانيا، وأن مجلس إدارته سينظر في ذلك بحلول نهاية مارس المقبل في إطار خطة تمويل قصيرة وطويلة المدى لكييف. وأضاف البنك في بيان أن مديره ديفيد مالباس أكد في اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن البنك سيواصل دعم الشعب الأوكراني واقتصاده وتلبية احتياجاته التمويلية سواء على المدى القصير أو الطويل. قالت السلطات اليونانية إن 12 شخصا ما زالوا مفقودين بعد حادثة حريق عبارة كانت في الطريق من اليونان إلى إيطاليا في وقت مبكر الجمعة، وكان على متن العبارة 241 راكبا و51 من أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق بها. ونقلت قوارب إنقاذ معظم من تم إنقاذهم وعددهم 280 إلى جزيرة كورفو اليونانية. وقالت قوات خفر السواحل اليونانية إن المدعي العام أمر بفتح تحقيق في الحادث، وأضاف أنه تم احتجاز القبطان واثنين من المساعدين لفترة وجيزة للإدلاء بشهادتهم، وتم إطلاق سراحهم فيما بعد. أما رياضيا، ففاز ريال مدريد على ضيفه ديبورتيفو ألافاس بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني. ثلاثية الفريق الملكي جاءت في الشوط الثاني عن طريق ماركو أسانسيو في الدقيقة 63، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 80، وكريم بنزيما من ركلة جزاء في الدقيقة 90. وبهذا الفوز رفع فريق العاصمة رصيده إلى 57 نقطة ليعزز صدارته لجدول ترتيب الليغا بفارق 7 نقاط عن إشبيلية الوصيف، فيما توقف رصيد الضيوف عند 20 نقطة في المركز 19 وقبل الأخير. نهاية موجز 9 والاستكمال الباقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.
أهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. مما لا شك فيه أن العالم كله بيشهد طفرة في التحول الرقمي في كافة المجالات الحقيقة، خصوصا الوظائف، وده لمواكبة التطورات السريعة اللي بتمر بيها الدول والأسواق الدولية. وعشان كده كان ضروري نقوم بإعداد كوادر بشرية مؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات بعد رقمنة معظم الوظائف. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن عملية تأهيل هذه الكوادر من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. مع الوزير صباح الخير يا فندم. طبعا يا فندم اشكرك على الاستضافه الكريمه وكل التحيه والاحترام للمشاهدين الكرام. يا اهلا بحضرتك. صناعه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحقيقي في العالم كله فيها طفره وفي كافه المجالات، عايزين نتعرف على جهود الوزاره في هذا الملف. زي ما سيادتك تفضلت في المقدمه، بالفعل يعني محور صناعه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعمادها الاساسي هو الفكر الابداعي والعقل البشري، ومن ثم لكي تتبوأ مصر مكانه يعني تليق بها في هذه الصناعه لابد ان احنا نؤهل عدد كبير من شبابنا ومن كوادرنا لكي يكون متعمقا ومتخصصا في كافه الاطياف والروافد المهمه لصناعه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. من هنا الوزاره لها استراتيجيه الحقيقة بننفذها بقالنا أكثر من 3 سنين لزيادة عدد المدربين على التخصصات الهامة المطلوبة، وده الحقيقة بيتم بشكل يعني هرمي، بمعنى أن احنا لدينا مبادرات تستوعب عدد كبير من الشباب سريعة، مبادرات سريعة من 3 إلى 6 شهور بعدها ممكن للشاب أنه يكون مؤهل للمنافسة في سوق العمل. السنة اللي فاتت نفذنا مبادرة أطلقنا عليها اسم مستقبلنا رقمي لتدريب أكثر من 100,000 شاب وشابة في هذه المبادرة لكي يلتحقوا بسوق العمل. لدينا أكثر من مبادرة، بعضها مبادرات بقى أكثر تعمقا ونحن نصعد في هرم القيمة. لدينا جامعة مصر للمعلوماتية، أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إفريقيا، تمنح درجة البكالوريوس والماجستير بالتعاون مع جامعات دولية عالمية مرموقة زي جامعتي بردو ومينيسوتا الأمريكيتين. أيضا لدينا مبادرة مهمة جدا اسمها مبادرة بنات مصر الرقمية، تمنح ماجستير عملي وتدريب عملي للطلبة المتفوقين. يعني فقط يعني أختم بقولي أن كل هذه المبادرات مجانية تماما ومتاحة لكل الشباب المؤهل لها. هايل يا فندم. يعني معالي الوزير، إمتى مصر هتصبح منافسا قويا لخدمات التعهيد العالمي؟ الحقيقة مصر بالفعل منافسا قويا في مجال التعهيد العالمي، احنا ضمن اكثر 15 دولة تقدما في هذا المجال. لكي نصعد اكثر في هذا السلم ونتبوأ مكانة احسن لابد من تدريب عدد اكبر من الكوادر، لانه التعهيد هو ان تقوم الشركات العالمية بإقامة مراكز في مصر تضم عدد من التقنيين والمتخصصين وتقدم خدمات لعملاء في دول اخرى. فهذا الحقيقه يعني امر في منتهى الاهميه لنا، لانه بيخلق فرص عمل داخل مصر، بصدر خدمات رقميه من مصر الى دول اخرى، بوسع من نشاطي في هذه الصناعه واحتل مكانه افضل واكبر واهم. كل ده يتطلب ان انا يكون عندي كوادر متخصصه باعداد كبيره تجذب الشركات الاجنبيه العالميه انها تيجي تفتح مراكز تعهيد لها في مصر. عظيم. ويمكن ده كمان كان من ضمن الاسباب او من اهم الاسباب اللي خلت مصر تحتل المركز السادس في خدمات التعهيد عالمية. بالضبط بالضبط، وده الحقيقة يعني رغم أنه مركز متميز زي ما سيادتك تفضلت، ولكن نسعى إلى التقدم أكثر في هذا المجال. بكل تأكيد. حضرتك بس أشرت في النقطة مهمة جدا أنه هذه المبادرات والدورات التدريبية دي مجانية. تمام، كلها مجانية. تمام، أي شاب ممكن يحصل على هذه الدورات أو أنه يقدم عشان يحصل على هذه الدورات بشكل مجاني، وفي نفس الوقت حتى لو مش خريج حتى جامعة من الجامعات التكنولوجية. حتى لو مش يعني في هناك مبادرات لخريجي كليات الهندسة وعلوم الحاسبات، وهناك مبادرات أخرى لخريجي سائر الكليات يستطيع الطالب أنه يتقدم لها، زي ما قلت، زي أو الشاب يعني يتقدم لها زي مبادرة مستقبل الرقمي، وكلها مجانية، تتحمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل مصاريفها ونفقتها. عظيم. طيب احنا بنتكلم يا فندم عن يعني طبعا برنامج حياة كريمة، حابين نعرف من حضرتك احنا وصلنا لغاية فين في برنامج حياة كريمة؟
يعني حقيقة كريمة الحقيقة يعني مشروع غير مسبوق في مصر وفي العالم كله، أن تقيم دولة مشروعا تنمويا بهذا الحجم، والحجم هنا لا أقصد به فقط حجم الأعمال ولا الموازنة المخصصة للمشروع، ولكن الأهم هو حجم العدد، عدد المواطنين الذين سيستفيدون من مشروع حياة كريمة. نحن نتحدث عن 60 مليون مواطن في حياة كريمة بمراحله الثلاثة. طب وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات دورها إيه في هذا المشروع؟ احنا بنشتغل على أربع محاور متوازية. المحور الأول هو البنية التحتية المعلوماتية، بمعنى أن تصل كوابل الألياف الضوئية لكل بيت في كل قرية من قرى حياة كريمة. نحن نتحدث عن أكثر من 3.5 مليون بيت في المشروع بمراحله الثلاثة، زي ما قلت يستفيد منه أكثر من 60 مليون مواطن. الرسالة القوية اللي في هذه يعني النقطة، أنه حين فكرت مصر في ما هي المرافق الأساسية التي توفر حياة كريمة للمواطن المصري، لم تقتصر على الصرف الصحي والمياه النقية والكهرباء فقط، وإنما قالت أن الإنترنت فائق السرعة ضمن المرافق التي يتطلبها المواطن المصري لكي يحيا حياة كريمة. جميل، وهذا أمر في منتهى الأهمية الحقيقة. عظيم. احنا بنتكلم على البنية التحتية، أيا كانت هذه البنية التحتية لإيه؟ بالضبط. المحور الثاني هو أبراج المحمول. نسعى إلى إقامة أكثر من 1000 برج محمول لكي نحسن التغطية لهذه الخدمة في مشروع حياة كريمة والقرى التابعة له. المحور الثالث هو مكاتب البريد. في المرحلة الأولى فقط نجدد ونرفع كفاءة حوالي 900 مكتب بريد في قرى حياة كريمة، انتهينا من أغلبها بالفعل. والمحور الرابع ربما هو أهم هذه المحاور، هو التنمية البشرية ومحو الأمية الرقمية لأهلنا في القرى التي يشملها مشروع. دي نقطة مهمة جدا بقى، ازاي بتشتغلوا عليها مع الوزير؟ دي في منتهى الأهمية بالفعل. زي ما سيادتك تفضلت، احنا بنقيم مراكز، بنستفيد من مراكز الشباب، بنستفيد من أبنية حكومية أخرى في هذه القرى، نجمع فيها أهلنا من أهل هذه القرى، ونبدأ في إقامة دورات لتأهلهم لاستخدام التكنولوجيا في كافة أنشطة حياتهم، لكي أدخل مثلا على منصة مصر الرقمية وأتحصل على خدمة حكومية، لكي أدخل على الإنترنت وأتعرف على موضوع معين يهمني، أو أتلقى دورة تدريبية معينة، أو إذا كان مزارع ويرغب في مثلا التعرف على التنبؤات الجوية، كيف يمكن أن يعالج آفة في زراعته، أيا كان. صحيح. فهو الفكرة أنه أستخدم التكنولوجيا في كافة أنشطة الحياة، وإزاي كمان أستغل الشباب اللي احنا اللي هيتم تدريبهم في نشر الوعي الرقمي بين أهليهم بقى. بالضبط. معالي الوزير، احنا بنتكلم لما البنية التحتية بتبقى سليمة بتشجع المناخ الاستثماري، يعني حابين نعرف الحوافز والبرامج المصممة خصيصا من منظور المستثمر اللي طبعا بتستهدف بالأساس تحسين القدرة التنافسية. والله الحقيقة بالفعل يعني هذا يعني السؤال في منتهى الأهمية، أشكر حضرتك عليه، لأنه في بداية يعني هذا الأسبوع أقمنا يعني مؤتمر افتراضي حضره أكثر من 120 شركة عالمية لشرح حزمة من الحوافز للشركات لكي تقيم مراكز تعييد لها في مصر. هذه الحزمة تتضمن مشاركة الوزارة للشركات في تدريب الشباب الذين سيوظفون في هذه الشركات، بمعنى أن الشركة لو عينت 100 موظف من شبابنا وتدريب هؤلاء الموظفين، ستتحمل الوزارة جزء من نفقاته لكي تشجع الشركات على خلق عدد أكبر من الوظائف وتدريب عدد أكبر من الشباب. احنا الحمد لله نسير بخطى يعني سريعة في مجال تصدير الخدمات الرقمية. العام الماضي نسبة النمو فاقت 15%، إن شاء الله تزيد في الأعوام القادمة. زي ما حضرتك بتقول ان هذا القطاع، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من اهم القطاعات اللي حققت نمو خلال العام الماضي، ووصلنا لترتيب عالي اعتقد في مؤشرات الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات العالميه.
الحمد لله. يعني يمكن لسه من يومين شركة أوكلا العالمية التي تتخصص في قياس سرعات الانترنت أعلنت أن مصر الدولة رقم واحد في إفريقيا في متوسط سرعة الانترنت الثابت. عظيم يا فندم، كل التوفيق لحضرتك وكل الشكر ليك يا فندم دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ألف شكر ليك. طبعا كلنا امبارح شفنا على السوشيال ميديا مقطع فيديو لكاميرا مثبتة خارج مطار هيثرو بلندن، كانت محل اهتمام عالمي، كشفت عن براعة الطيار المصري اللي قدر وسط عاصفة وصلت سرعتها 145 كيلومتر في الساعة انه يحافظ على اتزان الطيارة ويهبط بيها في الوقت اللي فضلت فيه خطوط جوية تانية تغير مسار طيارتها اصلا، يعني في ألمانيا كمان. احنا معنا على الهاتف الطيار البطل وليد مراد قائد طائرة مصر للطيران اللي هبطت بمطار هيثرو. صباح الخير عليك وشرفتنا. صباح الخير على حضرتك، متشكر جدا. يعني اللي بيهبط بطيارات في بلاده يعني من غير اي خسائر وساعات بيهبطوا بيها حتى في الميه بيعملوا لهم افلام، فاحنا النهارده بنرحب بيك وبنشكرك وانت بطل حقيقي. ربنا يخليك. لا انا مش بطل والله، انا عملت شغلي زي اي زميل. لكن شفنا براعه في الهبوط، يعني متخيلين ان انت داخل الكابينه كان في توتر وقلق ويمكن كمان حتى في الطياره نفسها، احكي لنا عن المشهد، عيشنا بقى في المشهد معاك. لا ما انا هعيشك في المشهد، بس احنا ما عندناش توتر، يعني ما فيش التوتر ما ينفعش يبقى في المهنه بتاعتنا في الكارير بتاعنا، ما ينفعش يبقى في توتر. ليه ما ينفعش يبقى في توتر؟ عشان يبقى في قرار مظبوط، الرحله تطير بامان، القرارات تبقى قرارات صحيحه سريعه. فحته التوتر دي يعني معلش بعيد عننا الى حد ما، لان ما ينفعش يبقى في توتر في غرفه القياده في طياره فيها ارواح، وطياره بتمثل يعني طياره اسمها مصر، طيران مصر وضواحيها. فده يعني التوتر ده بعيد عننا. الطيارة الحمد لله رب العالمين نزلت في مطار هيثرو، طيارة نازلة يعني يمكن الشكل ده هو اللي عجب الناس، أو إحنا مدربين في مصر الطيران، إحنا مدربين كلنا على نفس تدريب راقي على نفس المستوى، إحنا كل ما في الأمر علشان برضو حضرتك موضوع التوتر، إحنا أنا معد من قبل ما أطلع الرحلة، إحنا عندنا تلقين بنفسه في مركز العمليات قبل ما نطلع الرحله، عندنا معلومه كامله عن كل شيء في مطار هيثرو في ساعه وصولنا، ايه اللي موجود، ايه الاسطور الموجوده، سرعه الارتفاع، كل الفنون كلها انا واخد تلقين بيها قبل ما اطلع، وبناء عن ده احنا مرتبين لو حصل ان انا عملت اضطراب، الاضطراب فشل، ايه المطار الاحتياطي اللي هروحه، ايه البلاد اللي جنبي او المطارات اللي جنبي برضو حاله الجو فيها ايه، الطقس فيه. عشان كده احنا ما بيبقاش عندنا توتر، احنا عارفين رايحين. الحمد لله احنا كل طياري مصر الطيران سواء اكبر اصغر مني او زميل ليا، احنا كلنا على نفس المستوى. واحنا واثقين فيكوا يا كابتن وليد والله، بس نعم. احنا واثقين فيكوا جدا، عايزين بس ننقل الناس اكتر، ايه اللي كان بيتم في الكابينه لحظه الهبوط، وهل قرار الهبوط حضرتك كنت اخذت هذا القرار وانت طالع بما انك كان عندك كل المعلومات عن هذه الرحله، ولا بيتوقف على لحظه الهبوط نفسها ممكن تغير رايك في لحظه او اخرى؟ ما هو هنا قائد الطياره هو صاحب القرار، القرار اللي يؤدي الى السلامه. يعني احنا التارجت بتاعنا اول حاجه هو السلامه. صحيح. السلامة كل يعني السلامة بمعيارها الكامل. فأنا قراري إن أنا أنزل، أنا طبعا أنا بنزل أبعمل محاولة. هقول لك على الحتة اللي أنت عايز تعرفها، هي تلقين الركاب وطاقم الضيافة اللي معايا، الكابتن الشكشاكي الطيار المساعد اللي معايا على الطيارة، إحنا في الاضطراب بنعمل تلقين كامل للركاب، بعمل تلقين للمساعد اللي معايا، بعمل تلقين لطاقم الضيافه ان احنا بالاجراءات اللي هتتم قبل ما تتم. فبنعد الطياره وبنعد الركاب في حاله اي نوع من انواع الطوارئ. بالنسبه للحاله بتاعت هيثرو امبارح،
احنا ده اضطراب بنعمله، بنعمل محاوله. المحاوله دي اعملها بقرر وانا في اثناء الاضطراب، قائد الطائره بلاش انا، قائد الطائره دايما في اي اضطراب بيقرر في اي ظروف وفي اي حاله ممكن تحصل غير طبيعيه ياخد القرار في الوقت المناسب للسلامه. انا عملت بريفنج للركاب قبل ما انزل، وانت عارف حضرتك انا بطير على 787 دريم لاينر، دي احدث طياره في العالم او احدث طياره بوينج انتجتها في العالم. واحنا عندنا شبكه تليفون، تليفونات كل الركاب اصلا اوريدي تليفونهم طول الرحله قال كلهم اهاليهم بيكون في الجلسه بيقولوا لهم الحاله ايه، القطارات وقفت، المدارس يعني صدر تعليمات ان الطلاب ما يروحوش المدارس، يعني حاله الجو مش كويس. طب حضرتك قلت ان عملت بريف للركاب خلال قلت لهم ايه وكان رد فعلهم ايه؟ انا قلت لهم ان احنا هننزل نعمل يعني الحاله الجويه في المطار. طبعا احنا واحنا طول ما احنا طايرين احنا بنجيب تطور الحاله الجويه في مطار هيثرو طول ما احنا طايرين. اثناء الاقتراب عملنا بريف للركاب ان احنا هننزل نعمل محاوله، والمحاوله لو فشلت هنتجه للمطار الجديد. ونزلنا الحمد لله وعملنا لاندنج سيف. هو اللاندنج مش بس سيف يعني مش بس امن، لا كمان احنا شايفينه على الشاشه دلوقتي سموث يعني ما شاء الله. طيب رد فعل الركاب بقى كان ايه بعد ما الهبوط تم بكل سلاسه؟ والله اشاده رهيبه، وحتى لما نزلنا في مطار وحتى الموظفين الناس اشاده جميله. وفي الاخر وانا يعني برضو اخر القول انا عملت شغلي، يعني انا عملت اللي المفروض يتعمل. بالنسبه للطيارات اللي لغت الاضطراب بتاعها او ما قدرتش تنزل او نزلت بطريقه يعني طيب يعني كابتن انا بس عندي سؤال لحضرتك، هل بيكون في تدريبات مستمره على الهبوط في مثل هذه الاجواء؟ يعني كل فتره مثلا بيكون في تدريب على ده عشان للتذكير فقط بالتعليمات؟ طبعا كل طيارين العالم بيتدربوا، احنا عندنا تدريبات كل الطيور ويعني في حاجات على سيميليتور، في حاجات في كلاس رومز على طول، احنا ابديتد على طول، تريند على طول على طول، بنتدرب على الحالات اللي زي دي. يعني نعرف مثلا في حال سرعه الرياح كذا او اتجاه الرياح نبقى عارفين هنعمل ايه. طبعا لكن احنا شفنا يمكن طيارين تانيين من حاجات تانية يعني الهبوط ما كانش بطريقة سلسة وبالعكس غيروا اتجاه الطيارة بتاعتهم وطاروا تاني. فيعني حضرتك تنصح بإيه بقى؟ خلينا نتكلم عن الجيل الجديد اللي شغال في الطيارات أو على الطيارات المصرية خاصة في مصر الطيران طبعا. لا أنا ممكن أتكلم على الحتة الطيارين اللي قالوا الاقتراب بتاعهم، يعني أنا عايز أقول حتة هنا. اتفضل. يعني جدا انا نزلت انا نزلت ب ب ب يعني احنا الاقتراب في كابتن بياخد قرار، في طياره ليها امكانيات، في ظروف خارجيه احنا بنطير جواها وبنتعامل معاها فنيا يعني. تمام، مش معنى ان الطيار اللي قبل او اللي بعد لغى الاقتراب، لغي الاقتراب ده مش معناه ان هو طيار لا ده قرار صحيح طبقا لظروفه اللي هو كان فيها وطبقا لامكانياته هو وامكانيات الطيار، فهو بياخد القرار اللي يروح للسلامه. انا ما دخلت يعني طول فتره الاقتراب واثناء الهبوط على الارض الحمد لله انا كنترول الامر، ولو كانت يعني الحاله انا كنت وصلت ان الطياره انا ما اقدرش اعمل لها كنترول كنت غيرت الخطه، انا هيقل انا هعمل اوفرشوت اروح للمطار الاحتياطي فورا. طيب ده عظيم جدا، انا حابب الناس تعرف اكتر مين هو الكابتن وليد مراد، تاريخك كان عامل ازاي، وهل ده اصعب موقف مر عليك في المهنه ولا في مواقف ثانيه اصعب، ولا يمكن حضرتك ما بتعتبرش هذا الموقف اصلا ان هو صعب؟ انت عايز تقول يعني انت بتسالني عايز تعرفني يعني مين، اقول انا مين يعني يا ريت بعد اذنك عشان الناس تعرف اكتر. حاضر، انا وليد مراد رئيس رابطه الطيران الخطوط الجويه المصريه سنه 99، وانا اللي كنت بدافع عن جميل البطوطي وقت الازمه لو تفتكروا ازمه كابتن سمير الله يرحمه.
وليد مراد كبير طيار الايرباص 600، وليد مراد نائب رئيس مجلس طيران الشحن الجوي، وليد مراد رئيس مجلس طيران شركه ديرسبورت، وليد مراد رئيس مجلس نادي الطيران 14 ما شاء الله ما شاء الله. وليد مراد مدرب ومفتك 17 18 سنه، ده وليد مراد. ده كابتن وليد كده لا عرفنا الهبوط كان سلس جدا. كابتن وليد حضرتك شفت يمكن التعليقات الكتير على السوشيال ميديا، مش هتكلم عن الاشادات بره لانها كتيره جدا، لكن المصريين اللي كانوا مبسوطين جدا باللي شافوه من خلال الفيديو، عملوا يمكن اغاني كتير وكومنتس ايجابيه جدا، حضرتك شفتها تابعتها على وسائل التواصل؟ اه طبعا. يعني بص انا هقول لحضرتك حاجه بمنتهى يعني بمنتهى الامانه، انا قدر فرحتي للامر ده ان 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 العالم كله شاف شركه مصر للطيران باحدث طياراتها بالبروفايل اللي احنا شفناه كله في العالم كله، ان شركه مصر للطيران، طيارين مصر للطيران، طيارين مصر سواء طيارين القوات الجويه او طيارين مصر للطيران، ان الحمد لله احنا الاستيل بتاعنا يضاهي، مش عايز اقول احسن، اقول من احسن طيار العالم. ده اللي انا مبسوط له، ان مصر طيران العالم كله اشد بيه. وده حقيقي، احنا بالفعل عندنا يمكن احسن طيارين. دايما لما كنا زمان للاسف يعني ممكن نجرب كاريرز ثانيه نشوف الاجانب بيسقفوا للطيار لما يقوم بهبوط عادي جدا، في الوقت اللي ما شاء الله عندنا الطيارين المصريين بيعملوا بده بكل سلاسه. كل الشكر ليك الطيار وليد مراد صاحب الفيديو الشهير، اللاندنج السموث او الهبوط الامن والسلس جدا في مطار هيثرو في لندن. انا عجبني بقى في كلامه انه على الرغم من انه تاريخ كبير جدا، لانه شخص متواضع للغايه جدا، قال لك اي حد في مكاني في الشركه معانا كان هيعمل نفس اللي انا عملته. ما قالش ان الطيار اللي رجع بالطياره وغير مسارها واختار خطه تانية ان ده اخطا او لا، حسب امكانياته حسب امكانيات طيارته، ادى كل حاجه قدرها. ما بنقولش ان احنا الوحيدين اللي هبطنا بالمناسبه، او الطياره الشركه المصريه الوحيده اللي هبطت، لا في شركات تانية هبطت، لكن انت في مصاف هذه الشركات اللي عندها طيارين تتاقل بالذهب زي كابتن وليد وغيره، فاحنا بنشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا يا كابتن. مشاهدينا نروح دلوقتي لفاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل فقرات صباح الخير يا مصر. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. امبارح اعلنت وزاره الماليه انه تم تخصيص 14700 سياره جديده للمستفيدين من المبادره الرئاسيه لاحلال السيارات المتقدمه، واللي مضى على تصنيعها 20 سنه بسياره ثانيه جديده بتشتغل بالغاز الطبيعي. ده اللي هيخلينا نسال دلوقتي، كم عدد الطلبات اللي اتقدمت لمبادره احلال السيارات؟ وصلت قد ايه؟ ازاي هنستفيد من توطين صناعه السيارات في المبادره؟ هل مثلا لازم يمر سنتين على تسجيل السياره للاشتراك في هذه المبادره؟ كل هذه الاسئله هيجاوبنا عليها الدكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادره الرئاسيه لاحلال السيارات المتقدمه. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، اهلا بيكم. عدد الطلبات وصل لقد ايه دلوقتي؟ دلوقتي احنا بنتعامل على الموقع الالكتروني المخصص للمبادره مع حوالي 37000 طلب من المواطنين المصريين الذين تقدموا طلباتهم، وبالفعل بينهوا إجراءاتهم لاستلام سياراتهم الجديدة إن شاء الله. وتم تخريج كم سيارة لغاية دلوقتي؟ بنقول إحنا قبل ما نقول تخريج إحنا نقول كم عربية جديدة اتخصصت للمواطنين، بنقول إن إحنا اتخصصت حوالي 15000 عربية جديدة، وبالتالي مقابل كل عربية تم تخصيصها بيكون هناك مقابل لها سيارة قديمة هيتم تخريجها. يعني بنتكلم في 15000 عربية إن شاء الله. طيب نرجع لعدد الطلبات، حضرتك قلت أنه تقدم حتى الآن أو موجود على الموقع 37000 طلب ودلوقتي في طريقهم لاستلام السيارات. بالظبط. طيب هل في طلبات بتترفض وليه؟ بالفعل يعني هو لو حسبنا الطلبات الفعلية منذ بدء المبادرة في يناير 2021 ومنذ أن أطلقها السيد رئيس الجمهورية في ذلك التاريخ، تقدم حوالي أكثر من 100000 طلب، ولكن عبر الموقع الإلكتروني بيتم فلترة هذه الطلبات نتيجة أن هناك البعض بيقدم عبر الموقع ولكنه غير مستوفي الشروط، غير مستوفي البيانات، أو أنه من خارج المحافظات المشاركة في الوقت الحالي، وهم بالمناسبة نذكرهم يعني 7 محافظات
القاهرة والجيزة والقليوبية، الأسكندرية، بورسعيد، السويس والبحر الأحمر. ونتج عن هذه الفلترة في الأعداد التي تقدمت أن تم الحصول على المواطنين أو طلبات المواطنين اللي بياناتهم صحيحة وانطبق عليهم الشروط، وهم ما ذكرناهم حوالي 37 ألف طلب حاليا على الموقع. طب إزاي بقى هنستفيد من توطين صناعة السيارات في المبادرة دي؟ المبادرة بتتيح أولا، أو كان الغرض منها وكما أعلنه السيد رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، أن المواطن المصري يتمتع بالحصول على سيارة جديدة موديل العام، بلغة السوق بنقول سيارة زيرو، تعمل بنظام الوقود المزدوج أي البنزين والغاز الطبيعي. وهذه السيارة طبعا كان عشان نتيح هذه السيارات عبر المبادرة كان لابد من مشاركة الصناعات أو الشركات المنتجة للسيارات داخل جمهورية مصر العربية، وهي شركات مصرية ولكنها تتعامل مع ماركات عالمية وهي الغالبية في السوق المصري. هذه الشركات بالفعل شاركت بحوالي 9 ماركات ما بين الملاكي والتاكسي والميكروباص، وهذه الماركات بتتيح حوالي 25 طراز منها، وكلها شركات منتجة داخل جمهورية مصر العربية وبأيدي مصرية. وده بالتأكيد بيساعد في إطار اللي الدولة بتنتهجه، وأيضا في إطار انتهاج الاقتصاد الأخضر وصولا إلى التنمية المستدامة. هذه الشركات في الفعل بتشارك بإنتاجها، وده بيعتبر توطين وتأكيد أن هناك صناعة مصرية موجودة داخل جمهورية مصر العربية، وأيضا إن شاء الله في القادم بيكون الأفضل إن شاء الله. إن شاء الله. طيب دكتور، لو حد بيتفرج علينا دلوقتي وقال أنا قدمت والطلب بتاعي اترفض وما اعرفش هو اترفض ليه، هل انتوا بتتواصلوا مع الناس تعرفوهم طلبك اترفض ليه، ناقص ورق مثلا او المحافظه بتاعتك قدامها كذا؟ احنا دلوقتي في المرحله الاولى زي ما حضرتك قلت 7 محافظات، تمام، باقي المحافظات هتبقى امتى؟ طيب ناخد الشق الاخير، ان باقي المحافظات احنا هناك تكليفات رئاسيه بتوسيع قاعده المشاركه للمواطنين في المبادره، وبالفعل جاري تجهيز باقي المحافظات على مستوى الجمهوريه، وعما قريب ان شاء الله سوف يعلن عن بعضها للمشاركة في هذه المرحلة. ولكن بنطمن أهلينا أن المبادرة مستمرة بغض النظر عن مسمى المرحلة، ربما أن المرحلة الحالية مقدر لها 3 سنوات ولكن المبادرة مستمرة إن شاء الله. نقصد أن احنا بنرد على الناس نقول لهم أن المحافظة بتاعتك لسه ما جيش دورها، بالظبط، هو يطمن او يعرف بالزبط. ان هو الناس مهتمه بالطلب بتاعه، بيرد عليه في هذا الاطار وبيعرفه. وعندنا صفحه موجوده على الفيسبوك بيتم التعامل مع المواطنين والرد على اسئلتهم بصفه مستمره. الشق الثاني اللي حضرتك سالته في السؤال الاول، ان ليه الطلبات بتترفض او لما يترفض بيتم اعلامه؟ بالفعل المواطن بمجرد تسجيله على الموقع الالكتروني وبياناته صحيحه بيطلع له رقم طلب، هذا الرقم بيتعامل معاه على الموقع بصفه مستمره، ومن حقه الاستعلام في اي وقت عن موقف طلبه. وبالتالي في حاله ان ظهور اي رفض او طلب منه استكمال بيانات او مستندات بتطلع له رساله وتقول له ان مطلوب منك عمل كذا او مطلوب تقديم مستند الفلاني، وبالفعل المواطن بيستطيع رفعه على الموقع مره اخرى لاستكمال اجراءاته. طيب ازاي تم حل بقى مشكله رخصه الورثه اللي عايزين يسجلوا في المبادره؟ برضو احنا بنقول يعني طبقا للتكليفات بتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين، كان هناك بعض المعوقات اللي بتقابل المواطنين في التسجيل على الموقع الإلكتروني بالنسبة لحالات الورثة، لأن كان في حالة وفاة مالك السيارة الرئيسي بيتم نقل الملكية إلى الورثة، والرخصة بتطلع رخصة جديدة بورثة فلان وبحوزة أحدهم. كانت هذه النقلة في الترخيص بتعتبر تجديد للملكية، والمعنى ذلك أن احنا في حالة الملاكي لابد أن يمر 2 سنين ملكية على تاريخ الرخصة لمالك السيارة، وبالتالي لما كان الورثة بينقلوا الملكية من المتوفي إلى الورثة كان لابد أن يمر عليهم 2 سنين حتى يشاركوا في المبادرة. مع مقترحات المواطنين ومع حل المشاكل اللي إدارة المبادرة بتتولاها تم بالفعل إلغاء هذا القيد، وبالفعل دلوقتي متاح للورثة أن يتقدموا برخصة ورثة مع عدم احتساب مدة 2 سنين واحتساب الملكية من تاريخ ملكية المتوفي. لكن مدة 2 سنين موجودة بالنسبة للناس اللي مفيش ورثة؟ بالنسبة للعادي إلى الآن. حضرتك عارف أن الناس بتروح دلوقتي تبيع العربيات وحد ياخدها عشان يدخل في المبادرة وهي ما تكونش بتاعته أصلا. ده اللي كنا مع بداية المبادرة لاحظناه، وعلى فكرة كان الشرط ده كان 3 سنوات مع بداية المبادرة وتم إنزاله إلى 2، وزي ما حضرتك ذكرت ان احنا لاحظنا ان هناك
شق ان بعض مستغلي الامر يعني نقول التجار بمعنى ادق كانوا بيحاولوا ان هم فعلا يجمعوا السيارات القديمه من السوق ويبتدوا يشاركوا في المبادره. الامر الثاني ان احنا كان برضه عمليه تحديد مده السنتين هو بمثابه نقطه نظام لتدفق الاعداد على الموقع الالكتروني. طب يمكن من الحاجات المهمه قوي بقى هي الماديات، يعني حابين نعرف الماديات في العمليه دي بتمشي ازاي، يعني هل انا بدي عربيتي مثلا للاحلال وبعد كده باخد قرض بعمل ايه؟ يعني المواطن بمجرد ما بيتم تسجيله على الموقع الالكتروني وتطلع له رساله بانه بياناتك صحيحه وتستكمل برقم الطلب اللي احنا قلنا عليه، بيبتدي يدخل على المرحله الاتاليه وهي اختياره للسياره الجديده عبر الشركات المشاركه، ثم بعد ذلك بمجرد موديلات محدده احنا عندنا زي ما ذكرنا حوالي 9 ماركات من السيارات، وهي السيارات العامله ده يعني في الشارع المصري والمعروفه المتداوله، ماركات عالميه وبتوفر حوالي 25 طراز منها. المواطن يختار ما يتناسب مع قدراته سواء الماليه او قدراته الاختياريه كناحيه شخصيه. الامر الثاني ان بمجرد موافقه شركه السيارات على توفير السياره له بيتجه الى البنك، واحنا بنقول ان الجهاز المصرفي بيشارك بحوالي 31 بنك في المبادره. هذه البنوك بتوفر قرض سداد كامل ثمن السياره للمواطن مباشره الى شركه السيارات، ومن ثم المواطن يتعامل مع البنك بعد ذلك بنظام التقسيط وبدون اي مقدمات، والتقسيط بيكون اما على 7 سنوات أو 10 سنوات حسب اختيار المواطن وحسب قدراته المالية. هذا القرض بيتاح عبر فائدة مخفضة جدا قدرها 3% فائدة ثابتة وموزعة أيضا على عدد الأقساط. هذا بالإضافة لأن المبادرة بتوفر للمواطن سيارة فيها تخفيض في السعر عن مثيلتها في السوق خارج المبادرة. وده هي نفس العربية، هي نفس العربية، احنا بناخد التخفيض من شركات السيارات مباشرة مساهمة منها في مشاركتها في المبادرة ودعما للمواطن المصري. هذا بالإضافة لأن الحكومة ممثلة في وزارة المالية بتسدد حافز أخضر عبارة عن مقدم للسيارة الجديدة بيسدد لشركة السيارات مباشرة نيابة عن المواطن. هذا الحافز بيقدر في حالة السيارات الملاكي ب 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22,000 جنيه، حالة التاكسي 20% بحد أقصى 45,000 جنيه، وحالة الميكروباص 25% بحد أقصى 65,000 جنيه. هذا بالإضافة لأن المبادرة بتوفر وثيقتي تأمين أحدهم على السيارة والأخرى على المواطن. هذه الوثائق مخفضة السعر حوالي 50% عن سعرها خارج المبادرة، وأيضا المبلغ أو ثمن الوثائق بيسدد مقسط أيضا على عدد الأقساط. هذا بالإضافة لأن المواطن بيستلم سيارته الجديدة داخل المبادرة مجهزة باسطوانة الغاز الطبيعي، أي لا يتحمل أعباء تركيب هذه الاسطوانة خارج المبادرة، والعربية بتكون باسمه ما فيش عليها قيود أو حظر أو أي حاجة لأنه مسدد ثمنها كامل من البنك للشركة. لا المباشرة. بيكون الحظر هنا للبنك، حظر بيع للبنك لغاية ما يسدد القرض. بالظبط، عظيم جدا. كمان هي بتوفر كمان أعتقد في مصاريف التشغيل اليومي، يعني هنقول ان دي بقى الشق الاخر للشق غير المباشر للمواطن المصري وللمجتمع بصفه عامه. اولا ان السياره الجديده احنا قلنا موديل العام وسياره زيرو بلغه السوق، يعني المواطن بيشيل من على يعني كتفه زي ما بيقولوا بالبلدي المصاريف اللي كان بينفقها في الصيانات وفي الاعطال اللي كان ناتجه عن السياره القديمه. صحيح. هذا الى جانب ان استخدام الغاز الطبيعي بيوفر للمواطن حوالي 60% من قيمه ما كان يستهلكه في نظام الوقود العادي. هذا بالاضافه لان الشارع المصري بصفه عامه أصبح مع هذه السيارات يعني في شكل حضاري يتناسب مع التوسعات اللي بنعملها في الطرق والكباري. طبعا ما ينفعش نبقى ماشيين النهارده في الشارع لسه بنشوف العوادم اللي بتطلع من الشكمانات اللي بتخلي اصلا الناس سايقين وراه ومش شايفين حاجه يعني. بالظبط، وده ده كان الغرض الاساسي من المبادره، هو ان البيئه المصريه تتمتع ببيئه نظيفه تعود بالنفع على الصحه العامه للمواطن. وطبعا وشكل العربيه المتهالك وده اكيد يعني مع الاحلال الجديد هنشوف يمكن اداء افضل كمان للسواقين فيقدروا ان هم يدخلوا دخل افضل ليهم. حابين نعرف بقى الصعوبات اللي يمكن واجهتكم في المرحلة الأولى.
هنقول ان هناك يعني شقين من الصعوبات. الصعوبه اللي احنا في ايدينا بنحلها زي حالات الورثه دي صعوبات بتقابل المواطنين على التسجيل او المشاركه في المبادره، ودي بنحلها اولا باول. لكن الصعوبات الرئيسيه دلوقتي هي في او اللي الناس بتشتكي منها هي قله تسليم السيارات الجديده بالنسبه للمواطنين او بطء التسليم، وده ناتج عن مشكله عالميه. هما مشكلتين في الحقيقه، هذه المشكلتين ان هناك مشكله عالميه خاصه باحد المكونات الرئيسيه في السيارات الجديده على مستوى العالم، وهو ما يطلق عليه الرقائق الالكترونيه. هذه المشكله اثرت على خطوط انتاج السيارات في جميع دول العالم، وقد يكون هناك بعض الشركات الدوليه في بعض الدول قفلت فروع ليها نتيجه ان هي نقص هذه الرقائق. والشق الثاني من المشاكل ان هناك مشكله في الشحن الدولي على مستوى العالم نتيجه فيروس كورونا وما نتج عنه من قلة عمالة في هذا الإطار، وبالتالي قلة الشركات المشاركة في الشحن الدولي نتج عن هذا ارتفاع أسعار الشحن ربما إلى عشرات الأضعاف، نتج عنه أن قلة تبادل قطع الغيار والمكونات ما بين الدول في جميع الصناعات وليس السيارات فقط. ولكن احنا بنطمن أهالينا برضو مواطنينا أن الشركات المنتجة للسيارات داخل جمهورية مصر العربية بتعمل وبتبذل قصارى الجهد بالفعل لتوفير العدد المناسب من السيارات الجديدة للمواطنين المشاركين في المبادرة. صحيح، ما هو احنا دلوقتي فاتحين الباب للناس كلها عشان تقدم على الموقع عشان تدخل في هذه المبادرة، لازم أوفر لهم كل السبل، لازم أطمنهم لأن العربيات هيستلموها وهيستلموها بسرعة، لازم كمان يكون في عدد من محطات الغاز الطبيعي اللي موجودة لأن احنا بنزود عدد العربيات، فطبيعي أن يكون في محطات الغاز الطبيعي تزيد. بالظبط، زي ما سعادتك ذكرت يمكن شيء بشيء يذكر أن احنا ليه السبع محافظات اللي شاركوا فقط مع بداية المبادرة وليه ما كانش بقى المحافظات في نفس التوقيت؟ بنقول ان السبع محافظات دول كان لديهم البنيه الاساسيه للمبادره، وهي زي ما سعادتك ذكرت ان بيكون فيها عدد وافر من محطات تموين الغاز الطبيعي بالاضافه الى ساحات تجميع السيارات القديمه، فكان السبع محافظات دول بالفعل لديهم هذه البنيه. ولذلك احنا بنطمن اهالينا ايضا ان باقي المحافظات جاري تجهيزها في الوقت الحالي بعدد وافر من محطات تموين الغاز وساحات تجميع السيارات القديمة للمشاركة في الوقت القريب إن شاء الله في المبادرة. يعني تقريبا قيمة الحافز الأخضر كام؟ الحكومة قدرت للحافز الأخضر مع بداية المرحلة الأولى حوالي 7.1 مليار جنيه، ولكن وزارة المالية مع العام المالي 21-22 حددت 2.1 مليار جنيه، تم الصرف منهم بالفعل حاليا حوالي 315 مليون جنيه على السيارات الجديدة، وجاري إن شاء الله استيعاب باقي السيارات إن شاء الله اللي هيتسلمها المواطنين. طيب لو حد عايز يدخل في هذه المبادرة دكتور، إيه الأوراق المطلوبة ويتقدم بها لفين؟ أولا المبادرة خصصت موقع إلكتروني باللغة الإنجليزية اسمه جو جرين مصر، ولكن المواطن يستطيع أنه يكتب باللغة العربية الموقع الإلكتروني للمبادرة الرئاسية للإحلال، هيطلع له نفس الموقع وعبر بياناته الشخصية من الرقم القومي وبيانات الرخصة السيارة القديمة يستطيع المشاركة وتسجيل بياناته، وتطلع له رسالة لحظية أن بياناتك صحيحة ويستكمل الإجراءات، وبالتالي بيدخل على شركة السيارة زي ما قلنا يختار سيارته وثم البنك اللي هيقرضه القرض، ومن خلال البنك بيطلب منه بعض المستندات زي إثبات الدخل، زي إيصالات مرافق لمكان الإقامة إذا كان عقد إيجار، عقد سكن، إيصال كهرباء، إيصال تليفون أو غاز أو غيره. هذه الإيصالات بترفع على الموقع الإلكتروني أيضا وبيتم الاستعلام عنه عبر البنك المقرض، سواء استعلام مصرفي أو استعلام ميداني في مقر العمل أو مقر السكن، ومن ثم الحصول على الموافقات وبعد ذلك إنهاء باقي إجراءاته في استلام سيارته. طيب معلش في نقطة، إثبات الدخل إزاي لو هو مثلا سائق؟ هنفترض أنه موظف حكومي بيجيب من جهته ما يفيد دخله، لو أعمال حرة بيجيب ما يفيد دخله عبر محاسب قانوني معتمد وبيرفع هذا المستند على الموقع الإلكتروني، والبنك بيبحث هذا الطلب وبيدرسه ومن ثم الحصول على الموافقة إن شاء الله. بشكرك دكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، كل الشكر ليك على وجودك معنا، نورتنا في صباح الخير. شكرا لكم، شرفتنا يا فندم. وبكده مشاهدينا نكون وصلنا لختام حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعة، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباح الفل عليكم.